نستنى كده 10 دقايق كده لحد ما الناس تتجمع معانا. تمام تمام احنا اهو ايوه بدانا كده طلعنا لايف بس لسه الناس بتتجمع. فاول لما اول حد دايما بيخش بيبان عندي بيبقى هو البركه بتاعتنا. فبنقعد كده نستنى كده عليه لحد ما ايه ما الناس تتجمع ونشوف الدنيا اخبارها ايه ان شاء الله. فخلينا كده احنا لسه الناس احنا طالعين. الناس مستغربه ان احنا طالعين في ميعادنا يا جماعه. احنا طالعين في ميعادنا والله. اه الناس بدات تظهر اهي. طيب الناس اللي معانا في اللايف بس حابين نسالهم الصوت واضح الاول ولا مش واضح؟ الشباب اللي معانا في اللايف الصوت واضح ولا مش واضح؟ مفيش حد بيرد علينا. انا مش عارف ليه كده الناس بتعاملني كده يا ترى سلافه. لسه بقى لسه بيجوين بقى ويحاولوا يشوفوا الدنيا عامله ازاي. ربنا يكرم. محدش كتب حاجه لحد دلوقتي. احنا الناس بدا يا جماعه ما تعملوش تاج لبعضكم. قول لنا الصوت واضح ولا مش واضح عشان بس نعرف. طيب الصوت واضح. الصوت واضح وزي الصوت واضح وزي الفل كده. تسلم ايديكي. تمام. طيب ممكن بس ابلغ الناس عشان يخشوا يبلغوا الناس ان احنا بدانا. تمام اوكي تمام. ثواني يا دكتوره سلافه خليكي معانا. بس كده. طيب السلام عليكم جميعا. الناس اتجمعت اهيت بسم الله ما شاء الله. دكتوره سلافه يعني حبايب الكتار. دكتوره سلافه النهارده ان شاء الله الحمد لله هنكمل باقي الحلقات اللي احنا عملناها قبل كده. هو كان معانا بصراحه كوكبه مميزه جدا من المحاضرين. قلنا نستغل ساعات الحظر اللي موجوده. النهارده عندنا حد مميز جدا بيطلق عليها في مصر النيك نيم بتاعك يا دكتوره سلافه في مصر. دكتوره سلافه قول لنا دكتوره سلافه اميره البيريو. مش هقول اكتر من كده. دكتوره سلافه يعني من اشطر الناس في مجال البيريو ومن اكتر الناس بصراحه اللي الواحد بيتعلم منها بيريو. يعني ادعي وانا يعني وادعي ان علمي لا يقارن بعلمك في موضوع البيريو. عارف احنا جراحين بنحب نشيل الكل على طول. النهارده دكتوره سلافه قالت يعني هتخش معايا في موضوع النهارده كله فيه شيل بابيلا وفي حاجه النهارده كلاون لينثنج يعني مفيش بابيلا خالص. تمام ده البابيلا. انت عارفه عداوتنا مع بابيلا عامله ازاي وعارفه الخناقات اللي بين الجراحين وبين البيريو. دكتوره سلافه من الناس اللي بتعلم منها كتير جدا جدا على مستوى شخصي يعني شغلي في تنظيم الكورسات. مفيش كورس ادفانسد الا بلاقي دكتوره سلافه قاعده في اول كورس فيه. وده يدل على شيء يدل على انها بتستثمر جامد في نفسها وما بتستكبرش على العلم خالص. دايما عندها التطوير والتعلم دوت زي واجب بتعمله كل يوم. بتصرف كتير قوي. بقول لها بطلي يا دكتوره سلافه امسكي ايدك شويه بس مفيش فايده. كل ما بيبقى معاها قرشين تيجي تاخد بيه كورس. يلا اكل عيشنا. طيب مش بتفوت بصراحه يعني. دكتوره سلافه كان ليها فضل كبير جدا جدا على الفريش جراد والستودنتس وحتى الناس الادفانسد باسلوبها السهل وطريقتها اللطيفه في شرح المعلومات المتعلقه بالبيو. دكتوره سلافه نورتينا يا باشا. الله ينورك يا دكتور مرسيلي. قولي لي جميله ان انت يعني عرضت عليا واستضفتني عندك تبع الايفنت الجميل اللي انت عامله. الله يكرمك. ربنا الله يكرمك كل خير يعني. انا سعيد الله يكرمك ده يعني والتشالنج حطيتني وسط كوكبه من الناس يعني حد زي دكتور. انا عاوز اقول لك ان احنا يعني كان معانا دكتور عمرو والدكتور شلس والدكتور اسلام ياسم كلهم جراحين يعني. دكتور يعني دكتور عمرو حتى عمرو حسني نعتبره جراح معانا يعني. بس فالاسئله كانت بتخش بقى بتلاقي كده ايه ناس داخله بقى باسئله جامده. انا دلوقتي شايف ورد وقلوب وبتاع في الكومنتات فحاجه جميله والله. يا دكتور اسلام اقول لك انا مبسوط قد ايه. قولي لي الاول عامله ايه اخبار الرياكشن بتاعك في موضوع الكورونا كان عامل ازاي يعني وقته كان عامل ازاي على رتم حياتك اليومي والكلينيكال ورك فلو بتاعك اخباره ايه؟ والله انا بقالي اسبوعين تقريبا قاعده عامله حظر في البيت لان كان الفتره اللي فاتت قبل موضوع الحظر ده بالظبط كنت في اسوان كان عندي تمام. كورس كان عندي شغل فطبعا راجع رايحه في المطار من المطار فاقعدي في البيت بقى اسبوعين لحد ايه ما يبان لك يحصل فيكي ايه يعني. فكنت للاسف
الحمد لله عدت. الحمد لله الحمد لله على كل الحمد لله عدت على خير يعني. كنت موقفة شغل بقى برايفت أو حتى شغل بتاع الحكومة يعني. بس فيعني لسه بقى احنا شايف يعني هبتدي انزل لسه واشوف البيشنت بتوعي وهبتدي اتابع الدنيا عامله ازاي. بس بالتاكيد مش هيبقى بنفس الاكتيفيتي اللي كانت قبل كده. الواحد طبعا هيلتزم بالحاجات المطلوبه منه، الحالات الحرجه بس، الحاجات اللي هي الحالات اللي هي مش متطلبه لتدخل سريع، ما فيش بين، ما فيش مشكله في الفانكشن، هنضطر طبعا ناجل الحالات دي لحد ما الامور تستقر شويه وما بقاش في ريسك لا علينا كاطباء ولا على المرضى بتوعنا، لان احنا برضو احنا بنخالط الناس دي وبنرجع البيت، كل واحد عنده اسرته، الوالد، الوالده، الاطفال، فمش عايزين برضو نبقى احنا مصدر خطوره عليهم. فبنحاول نقلل الشغل على قد ما نقدر، وفي نفس الوقت برضو ما ينفعش انك تقعد خالص يعني، تمنع شغلك تماما يعني، دي وظيفتك ولازم تأديها، وربنا ييسر الامور ان شاء الله وتعدي على خير بينا جميعا ربنا يعني. ييسر ان شاء الله. شايفه الموضوع رايح لحد فيها ترى سلافه؟ والله انا متفائله ان شاء الله خير يعني باذن كلنا الله متفائلين. يعني. انا شايفه ان في ناس كتير عندها وعي كويس. الحمد تمام. لله نتفائل، ما احنا ما عندناش غير كده ان شاء الله الله، ينور وعندنا عليك. طبعا يعني ايمان بربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله احنا عدينا في ما حاجات، احنا يعني كانت حاجات أسوأ من كده بكتير، وربنا كرمنا وعدينا منها. وان شاء الله، واحنا برضو يعني بالفعل، وربنا ان شاء الله هيكرمنا بداية برضو ان شاء الله بالمحنة دي ان احنا نعديها على خير يعني، ان احنا بنتقي ربنا في كل حاجة، في شغلنا، في عملنا، في اهلنا، فربنا هيبارك لنا ان شاء الله ونخلص الازمة دي على خير باذن الله، وتمشي كويس الامور باذن الله يعني، والموضوع يتم احتوائه بسرعة باذن الله يعني ان شاء يا الله. رب يا رب. طيب قبل ما نخش في الموضوع كلينيكال، حابين نعرف دكتورة شرافة مسيرتك المهنية، يعني ايه الحاجات، يعني عشان أقد اختصارا، ايه الحاجات اللي انت عملتيها وانت صغيرة فرقت معاكي دلوقتي وانت كبيرة؟ يعني وانت الحاجة اللي كبيرة أنا علما، عملتها عشان بس تكوني في الصورة، وانت كبيرة علما وليس سنا، عشان بس يبقى الكلام واضح. علما الاثنين أنا وليس كمان سنا. لا يا باشا، لا 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 لا، ما فيش عند ناس فوق ال 25، كله تحت ال 25، ما عندناش حد فوق. قول يا باشا، قول أكيد 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 ايه الحاجات اللي انت عملتيها، ايه والله الحاجات اللي الكلية انت يعني عملتيها؟ الحاجة اللي أنا عملتها واستثمرت فيها وقتي ومجهودي وعمري، لأن برضو عمري يعني مش عدد بسيط يعني من السنين. تمام. بداية إن أنا لقيت الشغل اللي أنا كنت بدور عليه، إن أنت إنك تدور على حاجة أنت بتحبها في الحياة، والحاجة دي تبقى هي المهنة اللي أنت تمتهنها وتبتدي تمشي فيها ويبقى الكارير بتاع حياتك وتلاقي نفسك فيه وتحقق تمام. فيه نجاح، فدي بتبقى منحة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ويمكن ربنا وفقني لده من وقت بدري يعني، من وانا طالبه، من وانا في سنه رابعه، اول ما ابتدينا ندرس البيريو بالنسبه لي ده كانت يعني ده اللي انا كنت بدور عليه. انا قعدت 5 سنين في الكليه ماشيه كويس وبذاكر كويس وبنجح وبتفوق، بس ما كنتش لاقيه الحاجه اللي هي تخليك الله انا عايز اخد التخصص ده، انا عايز ابقى حد بروفيشنال فيه قوي، عايز ابقى حد متميز فيه وابقى من الناس الستارز الموجوده فيه وابتدي يبقى ليا افكت وليا بصمه في المجال ده. فده ابتدى لما ابتدينا ندرس البيريو، لقيته حاجه جميله جدا، لقيته علم رائع جدا بيناقش جزء مهمه وحته مهمه جدا في الاورال كافيتي الا وهي البريدونشم السبورتنج ابريتاس اوف ذا توث. فدي حاجة بالنسبة لي كانت ممتعة، استكشاف هائل، وأنا بدرس في الستيبس المختلفة أو الشابترز المختلفة بتاعة البيريو، بس فجأة السنة خلصت وحسيت إن أنا ما اتعلمتش حاجة قد كده يعني. إحنا فعلا بنطلع من البكالوريوس أنت كل فكرتك مجرد عن البيريو بيزكس، إزاي تعمل هي ستيبس. مجرد بيزكس، مجرد بيزكس بس نعرفها. بس انت بتبقى يعني كان احساسي ان هو الموضوع اكيد مش كده بس، مش معقول العلم الكبير دوت والدكاتره الكبار اللي عندنا في الكليه، وكان ده القسم دايما بيسموه قسم الكعب العالي الهاي هيلز، كان دايما في تمام. الناس اللي هي الموست الناس الديليكت قوي. فكان بالنسبه لي ده حاجه يعني من الاقسام المبهره جدا، واللي اخد الكارير دوت ويبقى ده تخصصي يعني. وحطيت تمام. التارجت ده قدامي وقلت خلاص انا ان شاء الله لو انا هكمل بعد كده اكمل دراسات عليا بعد التخرج هيبقى ده التخصص بتاعي، يبقى ده على التخصص الرغم ان بتاعك. كل ما انت اتكلم مع حد في حاجه زي كده يقول لي بيريو ايه يعني، انت ايه بيريو ده، هو ليه بيريو يعني. الناس كلها كانت بتاخد الحاجات اللي هي شغاله في السوق اكتر، شغل الريستوراتيف، الاندو، البروستيزس، الحاجات اللي هي
ماني وايز بتجيب فلوس احسن والمطلوبه بره لو الناس عايزه تسافر. بس على الرغم ان انا بشتغل الحاجات دي كويس جدا، بس مش ده اللي انا كنت بحبه، ده اللي انا بحب اللي الاقي نفسي فيه. فقررت ان انا هاخد التخصص دوت وهاخد التراك ده وامشي فيه. بس كان يعني بديت المشوار برضو بان انا اخدت نيه، ويمكن انا من الناس المؤمنه قوي ان هو وعلى نيتكم ترزقون. خد نيه كويسه في حياتك وابتدي اشتغل بالنيه دي، ولا تتخيل مقدار فضل ربنا عليك وازاي هيفتح لك ابواب انت لو قعدت عمرك كله تحاول تفتحها ما كانتش هتتفتح لولا ان انت اخدت نيه طيبه. فربنا فتح لك الابواب دي ويسرها لك، وابتدى فضل ربنا يبان عليك في حياتك وفي البركه اللي هتحل عليك بعد كده. فكانت النيه اللي انا اخدتها وانا في بدايه المرحله ان انا ادخل الماجستير وابتدي احضر وابقى حد عارف وفاهم التخصص ده حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا عايزه اتقن العلم ده جدا، عايزه ابقى متميزه فيه، عايزه افهم كل حاجه فيه، كل الخفايا بتاعته، كل الاسرار بتاعته، النون سيرجيكال والسيرجيكال بارت، الحاجات الادفانسد قوي فيه، علشان بعد ما ابقى متميزه ومتخصصه فيه اقدر افيد المجتمع اللي انا عايشه فيه، البيشنت اللي انا بتعامل معاهم، تمام، الناس اللي انا برايفت او حتى في الشغل بتاعي. فكده انت بتأدي وظيفتك في الحياة، ربنا خلقك عشان تعبده وعلشان تعمر الأرض. فإحنا كأطباء دورنا في إعمار الأرض إن إحنا نعالج الناس اللي هي بتعاني من الأمراض المختلفة. وأنا كتخصص ده ما كنتش بلاقي ناس فيه كتير قوي متخصصة فيه، فكانت الناس بتعاني فعلا من موضوع أمراض اللسع، وكان حتى الناس المتخصصة فيه كان البرايس بتاعهم عشان يعالج حاجة زي كده سيرجيكالي كان بيبقى مرتفع جدا. النية التانية إن أنا إن شاء الله برضو لما يوفقني في ده ابتدي أنشر العلم ده وسط زملائي. أنا بشتغل في مكان، المكان ده أنا معايا زمايل، الزملاء دولت مش هلاقي فيهم ناس كتير مهتمية أو متخصصة بيريو، كان بالنسبة لهم البوكت ده عقدة وإحنا ما بنعرفش نعالجه والبوكت ده ما بنعالجش. صحيح. هتقول لك يعني تدي للعيان تقول بص أنت قدامك من 3-5 سنين وبعد كده التوز دي هتتخلع، فتعايش بقى مع الألم اللي أنت عايش بيه دوت والأكل اللي بيتحشر وبعد كده هنخلع التوز. فطبعا يعني كلام صادم جدا إن ده مش منطقي. فانا كنت يعني كان من ضمن الحاجات قلت يا رب يعني استخدمني ان انا اقدر ابقى في يوم من الايام اقدر اغير وجهه النظر الدكاتره زملائي من حاجه زي كده، ويبتدوا يغيروا وجهه نظرهم في البيريو ويبتدوا يعرفوا ان دي حاجه ممكن بسهوله جدا انك تتعلم الستبس بتاعتها وتبتدي تعملها ابلكيشن وتعالج بيها المرضى اللي هيجوا عندك في العياده يطلبوا منك العلاج. بس ما كانش في بقى الأسئلة المهمة يا دكتورة سلافة، نسأل الأسئلة المهمة. البيريو بيأكلنا عيش ولا بيأكلناش عيش؟ يعني بيكسبنا فلوس ولا بس؟ ده سؤال مهم جدا بيتفرق مع ناس كتيرة، عاوزين نعرف اللي جاب فعلا دكتورة سلافة. لوحده ما يأكلش عيش. فلازم هو 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 طبعا يعني طب الأسنان كله متكامل مع بعضيه. بالظبط، يعني ما ينفعش واحنا ما عندناش اصلا في مصر حته ان انت يبقى انت بريدونتست بس او انت حتى اورال سيرجن بس، او يمكن الحاجه الوحيده اللي بيشتغلوها كتخصص منفرد الارسو، يعني هم بيشتغلوا ارسو بس حتى ما يشتغلش اي حاجه لان هو ماديا بيغطي يعني ويبارك. وبرضه احنا بنشتغل بسبب ان هم قعدوا معانا دلوقتي خلاص ما بقاش فيه كله طيب. فالبيريو لوحده مش يأكل عيش لوحده، بس لو الناس اشتغلته وابتدت تتخصص فيه بيبقى الانكم اللي بيجي منه كويس جدا على فكرة. طيب نخش في الموضوع على طول بقى عشان الناس بقى بتسأل بقى ايه فين عاوزين ناكل عيش فين ناكل عيش. النهارده هنتكلم على موضوع مهم اللي هو الكراون لينتنينج من وجهة نظر البيريو. طبعا احنا كجراحين بنبص للكراون لينتنينج نخلع اسنان ونشيل العظم ونحط الامبلانتس بتاعتنا. دكتوره سلافه ليها راي تاني في الموضوع ده وتقول لك لا عندنا خطه ثانيه بالظبط كده. طيب اتفضلي دكتوره سلافه احنا نبدا المحاضره مع حضرتك ان شاء الله. طيب ندوس شير سكرين كده تمام. ثواني هي بتاخد وقت لحد ما تظهر عندي. اوكي خد انا بق ميه. خد راحتك بس اتاكد ان انت دوست عليها عشان بس تظهر عندك كويس عشان هي لسه ما ظهرتش لحد دلوقتي. اتاكد ان انت دوست عليها للاخر مفيش اي حاجه ناقصه. طيب ثانيه واحده كده خد راحتك على الاخر. ايوه كده ظهرت خلاص كده ظهرت تمام بس كده حلو نبدا ان شاء الله. تمام على يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
انا اخترت مع دكتور احمد النهارده توبيك لحضراتكم، يعني حبينا نشوف توبيك لطيف مثار تساؤل ناس كتير، وبصراحه كذا حد من الزملاء طلب مني ان انا اتكلم عنه لايف، يمكن هم بيحبوا اكتر الانتر اكتنج ان انا اشرح وان الناس تسال، فيا ريت يعني يكون البرزنتيشن دي تقدر تجاوب على معظم الاسئله اللي الناس بتطرحها اليومين دولت عن الاستاتيك كراون لينسنج. واضح جدا الاند ريزلت او التارجت من الجزء اللي احنا هنتكلم عنه النهارده استاتيك بيربوس، يعني البيشنت عنده استاتيك بروبلم واحنا هنحلها له بسيرجري، والسيرجري دي هتبقى او المسمى بتاعها هي عباره عن استاتيك كراون لينسنج، لان احنا عندنا انذر سيرجري بنسميها فانكشنال كراون لينسنج. الفانكشنال كراون لينسنج غير اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. فانكشنال كراون لينسنج بيشنت عنده ديب انتر بروكسيمال كيرز، عنده روت كيرز، عنده سيفير اتريشن، عنده ريمينينج روت، وحضرتك عايز تعمل بيلد اب وتخلي الروت التوث تحيي التوث دي من اول وجديد وتكمل الجزء الميسنج منها، فهتلاقي من ضمن الستبس اللي انت بتعملها انك هتحتاج تعمل سيرجيكال كراون لينسنج. سيرجيكال كراون لينسنج هنا التارجت بتاعه هيبقى فانكشن، ممكن لو في انتيريور ريجن هيبقى فانكشن اند استاتيك، فده ساعتها بيبقى بيحقق البيربسز. لكن البيشنت بتاعنا النهارده ما عندوش اي فانكشنال بروبلم، هو جاي بس بيشتكي من استاتيك بروبلم، والاستاتيك بروبلم دي الشيف كومبلين بتاع البيشنت بتاعنا ان عنده جامي سمايل. جامي سمايل دي مشكله بتطرح نفسها بقوه دلوقتي، هي مش حاجه جديده، هي حاجه موجوده من فتره طويله، بس اهتمامات الناس ما بقتش زي الاول. الناس زمان كانت تروح لدكتور الاسنان علشان عندها فود امباكشن، علشان عندها بين مع الاكل، دلوقتي البيشنت بيجي العياده علشان عنده دايستما عايز حضرتك تقفلها له، عايز يعمل بليتشنج عشان لون الاسنان مش عاجباه، حتى القرص دلوقتي بقى فور استاتيك بيربز مش عشان الفانكشن. فمشكلة الجامي سمايل برضو من الحاجات اللي كانت موجودة زمان زي ما اتفقنا، وابتدت الناس دلوقتي تدور على حل ليها. الجامي سمايل بكلام العيان أو بوصف العيان بيقولك أنا لما بضحك في سيتويشن معين بيبقى عندي ظهور لجزء كبير جدا من اللثه في الفك العلوي بشكل ملحوظ، بيخليني محرج لان ده بيلفت انتباه الناس، او فينا بعض الناس المقربين ليا بيبتدوا يدوا ملاحظات على حاجه زي كده، فدي بتعمل لي او بتحطيني في حرج سوشيالي مع الناس المحيطين بيا، فانا عايز اشوف حل للموضوع ده، فيا ريت يا دكتور تشوف لي حل للقصه دي علشان انا عايز انتهي منها تماما. جامي سمايل كمشكله كأسباب يعني موضوع هيبقى طويل قوي ان احنا نتكلم فيه النهاردة، فاحنا اخترنا سبب واحد بيسبب مشكلة الجامي سمايل هنتكلم عنه in details عشان نبقى غطيناه من كل الجوانب بتاعته. السبب ده هيبقى dentogingival cause ده هيبقى altered او delayed passive eruption. ازاي اشخص او اوصل ان الحالة دي هي altered او delayed passive eruption، وبالتالي ابتدي احط المانجمنت بتاعها اللي هو هيبقى الاستاتيك crown lengthening. البيشنت زي ما اتفقنا جاي يشتكي من جامي سمايل. طيب انا ازاي هعرف ان عنده دينتو جينجيفال بروبلم؟ زي ما حضرتك شايف تيبيكالي الصوره اللي قدامك ديت البيشنت عنده شورت كلينيكال كراون. شورت كلينيكال كراون على الرغم ان هو انتاكت، يعني ما فيش اتريشن، ما فيش توس ستراكشر لوس، ما فيش فراكشر، وطبعا ده بيبان من انتاكت انسايزال ايج، الراونديشن اللي موجوده عندي في الكورنرز بتاعه الانسايزال ايج، حتى الماميليونز هنا لسه ما حصلهاش كومبليت اتريشن، يبقى انا عندي شورت كلينيكال كراون على الرغم من هو انتاكت. ولما جم نسال الدكاتره او الاوسرز اللي حاولوا يعني يحطوا بارامتر اقول ازاي ان الكراون ده شورت، لو جيت عند السنترال انسايزر عشان تقول عليه شورت لازم يبقى شورتر ذان 8 مليمتر، يعني انا لو عندي الكراون ده اقصر من 8 ملي يبقى ده شورت كلينيكال كراون. طيب ما يمكن في سوفت تيشو هايبربليجيا، يمكن الجينجيفا نفسها هي اللي مغطيه الكراون فعامله المشكله دي. لو جينا نبص على الجينجيفا هنا واضح ان الجينجيفا الاركيتكتشر بتاعها نورمال، الكالر نورمال، مفيش ريدنس، مفيش هايبربليجيا، هي بس ثيك بايوتايب، ثيكنس بتاعها زياده شويه بس برضو يعتبر ده حاجه فيسيولوجيكالي نورمال. البابيلا شورت وبلانت، الجينجيفا المارجن برضو شكله مش طبيعي شويه، فده بيخلي الاركيتكتشر فيه مشكله، لكن كهيلث كفيسيولوجي كاناتومي التوشيو دي ما فيهاش اي مشكله. يبقى انا عندي انتاكت توس ستراكشر، هو شورت بس انتاكت، والسوفت تيشو كمان انتاكت. طيب البيشنت ده اللي عنده جامي سمايل شورت كلينيكال كراون انتاكت سوفت تيشو، الحاله دي بنشخصها انها عندها altered او delayed passive eruption. الpassive eruption عطل او اتاخر لسبب ما. طب الباسيف ايربشن ده اللي هو ايه اللي حصل له الترنيشن او حصل له ديلينج؟ التوث ايربشن البيرمن توث ايربشن بيحصل بتو ميكانيزمز، الميكانيزم الاولاني هو الاكتيف ايربشن، والميكانيزم الثاني اللي هو الباسيف ايربشن. الاكتيف ايربشن هو عباره عن كلوزل
التوس ستراكشر بتدي يحصل لها موفمنت ان اوكلوزال او انسايزال دايركشن عشان يحصل لها ايربشن في الاورال كافيتي فيبان كل اللينس بتاع الكلينيكال كراون. اما الباسيف ايربشن معناه ان الجينجيفال مارجن, خلي بالكم احنا بنتكلم في الجينجيفال مارجن ماليش دعوه بالانتر دنتال بابيلا, جينجيفال مارجن بتدي يحصل لها ريجريشن ايبيكالي فبالتالي كل الكلينيكال كراون يظهر عندي بحاله في الاورال كافيتي. يبقى اكتيف ايربشن التوث بتتحرك اوكلوزال, باسيف ايربشن الجينجيفا بتتحرك ايبيكال. المشكله هنا حصلت فين؟ في الباسيف ايربشن. الاكتيف ايربشن ما فيهوش مشكله لان الاكتيف ايربشن حصل والتوث ما حصل عمل لها حصل لها اوكلوجن مع الاوبوزنج فبالتالي انا ما عنديش اوبن بايت, ما عنديش اي مشكله على مستوى التوث ستراكشر. المشكله جت ان الباسيف ايربشن عطل وقف, الجينجيفال مارجن ما حصلهاش كومبليت ايبيكال مايجريشن فبالتالي الاند ريزلت ان الكلينيكال كراون بتاعي مش كله فولي اكسبوزد في الاورال كافيتي. طيب عشان اقول ان الباسيف ايربشن ده وقف او عطل في ايدج معين ولا ملهاش حاجه فور سيرتن ان انا اقول عليها؟ لا طبعا في ايدج معين, الايدج ده بيبقى من 18 ل 20 سنه. يعني عشان اخد في الامان خالص ان انا اقدر اقول ان الباسيف ايربشن حصل له ديلينج او حصل لي الترنيشن مش قبل 20 سنه, لان انا لو ابتديت اتدخل قبل الايدج ده ممكن انا اسبب ريسيشن للبيشنت لان لسه ما حصلش فول جو ماتوريشن. فانت لو دخلت في ايج قبل دوت ممكن تعمل ريسيشن لان ممكن يكون لسه الباسيف ايربشن مخلص. الاكتيف ايربشن بيخلص قبل الباسيف, الباسيف اصلا بيبدا بعد ما الاكتيف ايربشن يكون كامل كومبليتلي. عشان اقول ان انا عندي altered او delayed passive eruption ده معناه ان انا عندي short intact clinical crown soft tissue healthy وintact ما فيهوش اي مشكله والبيشنت ايج مور ذان 20 years old. طيب ايه اسباب الالترد باسيف ايربشن؟ يعني ايه الحاجه اللي تخلي البيشنت ده عنده الالترد باسيف ايربشن؟ هل مثلا تعرض للتروما؟ هل دي حاجه جيناتيك؟ لقوا ان من اسباب الالترد باسيف ايربشن ان البيشنت بيبقى معظم الاسباب او السبب الرئيسي بيبقى ان البيشنت جيناتيكالي ترانسفورمد من الاب او الام. يعني دي حاجه جيناتيك ما فيهاش اي مشكله خالص فيسيولوجيك. بعض الحالات بيبقى نتيجه اورثودونتيك تروما, بعض الحالات بيبقى نتيجه الناس اللي عندها endocrine problems هي اللي ممكن يحصل لها حاجة زي delayed passive eruption. بس anyhow يعني هتلاقي ان معظم الاسباب ديت انت ملكش يد في ان انت تغير منها. فعشان كده انا مش بعدل فيها حاجة عشان اغير مشكلة passive eruption, انا بتدخل surgically عشان احل المشكلة اكمل الرحلة بتاعت gingival margin اللي ما تحركش ابيكال انا بنفسي احركه ابيكال. عشان احركه ايبيكال السيرجيكال مانجمنت اللي انا بعمله انت عندك تو اوبشنز على مستوى السوفت تيشو. احنا عندنا النهارده هنتكلم على حاجتين, سوفت تيشو كراون لينسنج وهارد تيشو كراون لينسنج. دايما البدايه سوفت تيشو كراون لينسنج لان ده اول تيشو بيقابلني. سوفت تيشو كراون لينسنج حاجه من الاثنين, يا اما هعمل جنجيفيكتومي يا اما هعمل ايبيكالي بوزيشن ديفلاب. طب امتى اعمل جنجيفيكتومي وامتى اعمل ايبيكالي بوزيشن ديفلاب؟ الحاجه اللي هتحدد لي اعمل او اسلك اي طريق من دولت ال amount of او ال width of keratinized attached gingiva. keratinized attached gingiva دي من الحاجات المهمة جدا اللي بتحدد اختياري في السيرجيكال مانجمنت على مستوى السوفت تيشو. الكراتينايز جينجيفا دي انت ممكن حضرتك تعتبرها كأنها انترا اورال سكن, سكن داخلي موجود عندك في الاورال كافيتي بيعمل بروتكشن للاندرلاين ستراكشر بداية من البون وما يليها وهو التوس. فبالتالي انا محتاجة يبقى عندي ولو حتى مينيمال اماونت من الكراتيناي جينجفا تو بروتكت البون وبالتالي تو بروتكت التوس. المينيمال اماونت دي يا دكتور هي 3 ملم, احنا عايزين 3 ملي بس من الكراتيناي جينجفا اتليست تبقى موجوده علشان تو بروتكت البون والتوس. فعشان كده مع البدايه او مع بدايه انا هشتغل جينجيفيكتومي ولا ايبيكالي بوزيشن ديفلاب, انا الاول هعمل اسسمنت للكراتيناي جينجفا اللي عندي وفي نفس الوقت هعمل اسسمنت انا محتاجه اعمل سوفت تيشو كراون لينسنج قد ايه, انا محتاجه اشيل سوفت تيشو قد ايه, ده هنتكلم عنه حالا كمان شويه. فلو لقيت ان انا لو عملت سوفت تيشو ريموفال هياثر على الاماونت اوف كراتيناي جينجفا وتبقى اقل من 3 ملي, في الحاله دي انا هعمل ايبيكالي بوزيشن ديفلاب. ليه؟ لان الاماونت اوف كراتيناي جينجفا معناها انها قليله فبالتالي لا تتحمل ان انا اقتص منها جزء او اعمل ريموفال لجزء منها, انا هرفع التيشو وحركها كده كلها ايبيكالي في ايبيكال بوزيشن. يبقى انا كده كشفت الكراون بتاعي, عملت كراون لينسنج وحافظت على الاماونت اوف كراتيناي جينجفا. طيب لو لقيت ان انا هعمل سوفت تيشو كراون لينسنج وعايز اعمل ريموفال لاماونت اوف تيشو, بس لما هعمل ريموفال لاماونت اوف تيشو دي وهيبقى عندي 3 ملي كراتينايز جينجفا او اكتر, في الحاله دي انا هعمل جينجيفيكتومي مفيش مشكله خالص وما انتش مضطر تعمل ايبيكالي بوزيشن ديفلاب. فالمين لاين اوف تريتمنت اللي هتاخده
على مستوى السوفت تيشو جينجيفيكتوم او ايبيكالي بوزيشن فلاب بيتحدد بالاماونت اوف كراتينا جينج، مش اللي موجوده اللي هتتبقى بعد ما حضرتك تحدد انت عايز تعمل سوفت تيشو كراول لينسنينج كام ملي. تمام، ننتقل بعد كده للنقطة المهمة. طيب أنا أبتدي منين؟ أنا خلاص عرفت الدياجنوزيس، الحالة أنا عرفت إن هي altered أو delayed passive eruption. أنا محتاجة أعمل soft tissue crown lengthening كام ملي؟ دي أحددها إزاي؟ دي ليها كذا طريقة، في طرق كتير قوي، بس أنا عملت selection لكم طريقة منهم بحيث إن هما يبقوا سهل إن حضرتك تطبقهم، مفيش جدال عليهم قوي، معظم الناس متفقة عليهم، لأن في جدال يعني في ناس توافق على بعض الطرق، في ناس تقول لا ده not accurate، في حالات في حاجات more accurate أكتر. فخلينا نتكلم على الحاجات معظم الناس متفقة عليها وفي approval عليها أن هي تعتبر من الحاجات الأكيوريت اللي أنت ممكن تحدد بيها أنا إزاي أحدد أنا هعمل soft tissue crown lengthening الأماونت بتاعتي تبقى كام ملي. من الحاجات الجميلة اللي ممكن تشتغل بيها هي الريد بروبورشن. الريد بروبورشن دي المعمول على اساسها الديزاين بتاع الديجيتال سمايل ديزاين، يعني الناس اللي بتشتغل بالديجيتال سمايل ديزاين مش هيبقى عندهم اي مشكله خالص لما يبتدوا يعملوا بلاننج للحاله زي اللي احنا بنتكلم عليها دي. الادفانتج ان انا ممكن اعمل فيرجوال بلاننج واوري العيان الحاله بتاعته قبل وبعد هتبقى عامله ازاي. طب لو انا ما عنديش بشتغلش بدي اس دي وعندي عايز اشتغل مانوال وبحدد او هشتغل على رولز لسه مبدئيه، ما عنديش الديزاين دوت لسه ما دخلت الشغل ديجيتال قوي عندي في الشغل بتاعي، هل ممكن بستبس صغيره او ببسيطه ممكن اوصل لنفس الريزلت اللي ممكن اوصل بيها لو انا عندي ديجيتال سمايل ديزاين؟ هو هنتكلم على الديجيتال سمايل ديزاين اتبنى على ايه، وده اللي هناخد بيه ستبس مع بعض عشان تقدر تحدد انا محتاجه اعمل سوفت شوكرا واللينسنج يكمل. الريد بروبورشن الكونسبت بتاعه ان احنا هنحدد انا هعمل سوفت تيشو كراول لينثنينج للسنترال انسايزر قد ايه، يعني هعمل ادجستمنت للسوفت تيشو سوري للبروبورشن بتاعه السنترال انسايزر، وعلى اساسها هبتدي احدد بقيه الدنتيشن الابييرنس بتاعهم في الاوراليتي من الفرونتال فيو بعمل ازاي. يبقى انا هظبط البروبورشن بتاعه السنترال وعلى اساسها هبتدي اظبط البروبورشنز بتاعه الايه بقيه الدنتيشن بتاعتي. طب بالنسبه للسنترال البروبورشن بتاعته دي اساس على اساس ايه؟ على اساس البروبورشن بتاعه الويدث تو ذا لينس، يعني عرض الكراون بالنسبه لطوله، نسبه عرض الكراون بالنسبه لطوله. عرض الكراون بالنسبه لطوله ادونا ارقام، ادونا برسنتج مختلفه، الرينج بتاعها بيتراوح من 66% لحد 85%. طب ما ده رينج كبير قوي برضو، انا هختار منهم ايه للتوز بتاعتي؟ انا لو اخترت 66% هتبقى الكراون بتاعي طويل قوي، لو اخترت 85% هيبقى الكراون بتاعي عريض قوي. ما هو علشان كده ادى لحضرتك رينج، هو مش عايز يحدد لك قيمه ثابته، لان السنترال بتاعي غير بتاع حضرتك غير بتاع دكتور احمد غير بتاع اي حد، فهو مديك فليكسيبيليتي ان انت تغير في في طول الكراون بحيث ان العرض بتاعه فيكسد، فانت تقدر تغير في الطول بتاعه على حسب الحاله وعلى حسب اناليسز انت بتعمله، على حسب الليب لاين، على حسب الفيشيال بروبورشن بتاعه البيشنت. بس لو احنا مش عايزين نحتار وعايزين نتفق على البرسنتج اللي موجوده في الافريج اوف بوبوليشن، في معظم البوبوليشن بيتمتعوا بيها، هنتفق على رقم وهو ايه ال 78%. لو انت اخترت ال 78% دي هي تعتبر الافريج بروبورشن بالنسبه لعرض الكراون لطول. يعني لو انا عندي مثلا كراون عرضه 8.5 مللي، تمام، هضرب ال 8.5 في 100 واقسمها على 78، هيطلع لك طول الكراون تقريبا 11 مللي على ما اتذكر. يبقى انا كده عندي عرض الكراون اعرف اقيسه من الموست وايد ميزيو ديستال دايمنشن، اضربه في 100 اقسمه على 78 هيطلع لك طول الكراون. فانا عندي الاكشوال لينس اللي موجود في كلينيكال دلوقتي في بق العيان هطرحه من اللينس اللي طلع لي، فبالتالي اقدر اعرف انا محتاجه اعمل جنجيفيكتومي كاملي او اعمل ايبيكال بوزيشن فلاب كاملي. طب بالنسبه للدكتوره سلافه اسمحي لي للدكتوره سلافه برضو اعمل مداخله هنا. دكتوره سلافه رأي يعني حضرتك ذكرتي على الادوات بتاعه الديجيتال سمارت ديزاين هتساعدنا جدا في حاجه زي كده. تخيل ان وجود الباوربوينت بتاع الديجيتال سمارت ديزاين وتوفره دلوقتي عند معظم الناس هيسهل علينا ان هو لو خد صوره بطريقه كويسه وحطها على الديجيتال سمايل بلاتفورم الباوربوينت هيقدر يطلع بروبورشن دي منتهيه السهوله، خاصه ان التمبلت موجوده جاهزه. ده كلام صحيح مظبوط؟ صح طبعا. ما هو عشان كده احنا انا ذكرت في الاول ان الناس اللي عندها تعمل بتعرف تصور صح
وعندها ديجيتال سمايل ديزاين بتشتغل عليه ومتدربه عليه كويس، هيبقى بالنسبه لها الموضوع ده بيس اوف كيك، يعني موضوع سهل اسهل. صح صح, صح هيعمل البلان بتاعته بالظبط. بس انا بتكلم مع حضرتك ان انا لو ما عنديش ده، يعني انا ما عنديش ده، ما عنديش بروفيشنال كاميرا اعرف اصور بيها لسه، ما ان انا اعرف يعني عارفين احنا بنجيبها من البدايات خالص يعني، والا كان اسهل حاجه يا جماعه. لا فعلا كلامك صح يعني بنحاول نسمبليفاي الموضوع على قد ما نقدر. انا عايز اقول لك في ناس بتشتغل بالافريج، يعني في ناس بتشتغل بالافريج لينس، بس طبعا انا ضد ده لان الافريج لينس ده عشوائي، مش اكيوريت. انت بتدي ممكن تدي ساتسفايد ريزلت ممكن للبيشنت، بس انت عارف ان هي مش اكيوريت بس مش غلط. تمام. فعشان كده احنا بنقول حتى ايفن لو انت ما عندكش الدي اس دي ولسه ما اشتغلتش بالتكنولوجي دي عندك، ما بدتش لسه تاخد خطوات في التصوير البروفيشنال عشان تبقى عارف انت ايه الصور اللي بتاخدها والبوزيشنز بتاعها، ممكن ببساطه جدا تبتدي انت تحط الستيبس بتاعتك. فهنظبط الاول السنترال زي ما قلنا يا دكتور احمد، 78% هي الكارج بتاعه 65% من البوبوليشن، فمعناه كده ان هي ممكن تطبقها على عدد كبير جدا من البيشنت اللي بتيجي لحضرتك. طيب لو لقيت ان الكراون بتاع العيان اعرض من كده، ممكن بالسنترال ده يبقى مثلا ممكن يوصل ل 9 مللي 9.5، هنا ما تخليهاش 78 تاثر الكراون. يعني انا لو عندي عرض الكراون ابتدى يزيد، ما تطولش انت الكراون عشان ما يبقاش شكله ضخم جدا في بوق البيشنت، فهبتدي اديله لينس اقصر، فبالتالي هزود البرسنتج هدخل على 80% او ممكن اوصل ل 85%. لكن لو الكراون عندي ابتدى يرفع، ابتدى يبقى 8 او حتى اقل من 8 7 7.5 مثلا، لا ابتدي انت ادي طول اطول للكراون عشان يبقى في شكله في الاخر استيتيكالي مور اكسبتد. طيب بعد ما ظبطت السنترال اعرف اظبط عليه بقيه الدنتيشن بتاعتي. ايوه انت عندك الريد بروبورشن بتديك من اول برسنتج من اول 62% لحد 80%. 62% يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي حددت الكراون بتاع السنترال. طب اللاترال ايه علاقه العرض بتاع البروبورشن بتاعت اللاترال للسنترال؟ لو هناخد مثلا 62% هنلاقي ان ال 62% دي ان هخلي اللاترال 62% من عرض السنترال. طب والكناين؟ الكناين 62% من عرض اللاترال. طب الفور والفايف؟ الفور هيبقى 62 من الكناين والفايف 62 من الفور. يعني كل ما ترجع ديستال التوس بتاخد البروبورشن بتاعت التوس الموجودة ميزيان ليها. نفس الكلام لو انت حبيت تغير البروبورشن عشان الاناليسز اللي انا عملته، انا عندي السنترال هنا 78% زي ما اتفقنا عرضه لطوله. طيب بالنسبة لللاترال، اللاترال هخليه 70% من السنترال. طب والكناين هخليه 70% من اللاترال، والفور هيبقى 70% من الكناين، وهكذا. يبقى انت عندك فليكسابيليتي ان انت تلعب في طول السنترال، وكمان ان انت تغير في البروبورشن بتاع كل توس للي جنبها. فده سهل قوي ان انت تطبقه بالبلاننج بتاعك من غير حتى ما تستخدم ديجيتال سمايل ديزاين. طبعا ديجيتال سمايل ديزاين بيخلي الموضوع اسهل واسرع ان انت تشتغل بيه، اتس اوكي محدش مختلف على دوت، بس لازم تكون حضرتك متدرب كويس وعارف انت بتقدر تعمل ابلكيشن ده ازاي. طيب عندنا اي طريقه تانية ممكن نقدر نشتغل بيها؟ عندنا حاجه زي التشو جيج. التشو جيج دي تول موجوده متوفره عندنا، ممكن اي حد يشتريها ويشتغل بيها. التشو جيج بتشتغل على فيكسد بروبورشن للسنترال، بتشتغل على نسبه 78%. حضرتك بتلاقي ان في هنا موجود بيبقى ليها مكان كده او انديكيتور بيبقى فيكسد على الانسايز الايج، وبالتالي بيبقى محدد لك الموست وايد بارت من الميزيوديستال دايمنشن من الكراون، وعلى اساس الكالر كود بتاعه بتبتدي تحدد اللينس بتاع الكراون. يعني هنا مثلا الكالر كود الريد مارك، صح؟ يبقى انت اللينس بتاع حضرتك بتاع الكراون هيبقى عند الريد مارك. لو هو واقف عند البلو مارك يبقى اللينس بتاع الكراون هيبقى البلو مارك، وهكذا. تمام. فهي طريقه سهله جدا لطيفه جدا، عيبها بس ان هي بتشتغل على فيكسد بروبورشن، يعني انت ما عندكش هنا الفليكسيبيليتي ان انت تطول الكراون او تعرضه، لان انا بشتغل على نسبه واحده بس اللي هي نسبه 78%. فده يمكن العيب اللي موجود فيها. العيب الثاني ان هي برضو باي اوتوكلافنج، لان انت كل حاله هتعمل لها اوتوكلافنج، فالكلر بتاعها دوت الكلر كودنج ده ممكن مع الوقت تبتدي يتمسح وتضطر ان انت تغيرها ممكن على فترات متقاربه ولا حاجه. بس هي تول افيلبل ماهيش غاليه قوي عشان تقدر تجيبها عندك في العياده وتقدر تشتغل بيها. طول بسيطه ممكن تحدد بيها السنترال انسايزر لينس، وبالتالي بتحدد انا هعمل جنجيفيكتومي كامل. طيب في طريقه كمان احنا ممكن نشتغل بيها اكس راي، هنعمل بري ايبيكال اكس راي. بس لما اجي اعمل بري ايبيكال اكس راي هاخد معايا ريفرنس، لان انا لو عملت اكس راي من غير ريفرنس راديو اوبيك انا مش هبقى شايف حاجه.
الريفرنس ده هيبقى جاتا بيركا كون. الجاتا بيركا كون ديت هعمل لها فيكسيشن يا اما بواكس يا اما مثلا بجلاس ايونومر. الجاتا بيركا دي بتمثل ايه؟ بتمثل الكلينيكال كراون اللي قدامك دلوقتي، يعني اكستندد من الانسايزال ايدج لحد الجنجيفال مارجن. الجاتا بيركا دي مش داخله جوه الجنجيفال مارجن. هاخد اكس راي، ومن الاكس راي هبتدي احدد اللينس بتاع السوفت تيشو اللي انا مش شايفاه. اللينس ده هيبقى اكستندد من اول الجاتا بيركا كون تيب لحد السيمنتو انامل جانكشن اللي ممكن احدده بالذات من الكونستريكشن بتاعه اللي موجود عندي انتر بروكسيمال. بالطريقه دي انا ممكن احدد الاماونت اوف سوفت تيشو تو بي ريموف من اول الجاتا بيركا اللي بتمثل لي التيب بتاعها الجنجيفال مارجن لحد السيمنتو انامل جانكشن. يبقى انت كده عرفت انت محتاج تعمل سوفت تيشو كراون لينسنينج كامل. دي طريقه ثالثه. دي سمارت. تمام تمام. طيب لو حصل عندي الونجيشن او شورتنينج، حصل عندي elongation أو shortening، ممكن بسهل جدا ان انا اعرف اعوضه لان انا عندي طول الجتا بيركا في الحقيقة. فسهل قوي لو حصل اي error عندي في الاكس راي ممكن اعرف اضبطه بسهولة ما فيهاش مشكلة. الكومبيم سي تي هي برضو من الطرق اللي ممكن حضرتك تستخدمها، ودي بقى most accurate، يعني انت هنا شايف كل حاجة من غير ما يبقى فيها اي اختلافات، ومن غير حتى ما يبقى البروبورشن بتاعتها بتبقى مظبوطة، طبعا بتبقى 1-to-1. بس علشان تقدر تعمل tracing للسوفت تيشو كويس انت محتاج تعمل instruction للبيشنت. لو انت ما عندكش الماشين في العيادة وهتبعته للسنتر عشان يتعمل له ان تراكشن الليب علشان ما يبقاش اوفرلابنج على السوفت تيشو، لان احنا عندنا هنا السوفت تيشو الاوباستي بتاعتها بتبقى قريبه جدا من بعضها، فلازم يبقى السوفت تيشو بتاع الابر ليب اليفيتد علشان يعمل لك ريفيلنج للسوفت تيشو اللي موجود عندي بتاع الليبيال جينجيفا عشان اعرف اعمل تريسنج كويس. هقيس منين؟ هقيس من اول الجينجيفال مارجن اللي باين عند حضرتك اهو لحد السيمنتو انامل جانكشن. يبقى انا كده عرفت الاماونت اوف سوفت تيشو تو بي ريموفد. سهل جدا ان انا اعمل لها تريسنج. العيب الوحيد طبعا الكوست، يعني دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليك ممكن تفكر ابعته يعمل كوم بي ام سي تي ولا لا. يبقى احنا كده اتكلمنا في اربع طرق حضرتك ممكن تعمل بيهم ديتكشن او ميجرمنت انا همحتاج اعمل سوفت تيشو كراون لينسنينج كامل لي. عندك طريقه الريد بروبورشن وتظبط السنترال عرض لطول 78% زي ما اتفقنا. عندك طريقه التو رولر لو انت حابب تشتريها وتشتغل بيها. عندك طريقه البريبيكال اكس راي وتاخد معاك انديكيتور زي الجاتا بيركا كون. وعندك طريقه الكوم بيم سي تي. الاربع طرق دولت واحده منهم تكفي ان انت تعمل ديتكشن للاماونت اوف سوفت تيشو تو بي ريموف. طيب دي اول حاجه احنا اتفقنا هنعرفها مع بعض. تاني حاجه انا محتاجه برضو ارجع اظبط الجينجيفال مارجن وعلاقته ببعض، لان انا لو رجعنا للصورة الأولانية هنلاقي إن الدنيا كلها ملخبطة. تقريبا الجينجيفال مارجن كله على نفس الليفل، البابيلا شكلها غريب، الجينجيفال زنس عندي مش مظبوط. فهنراجع مع بعض برضو سريعا الحاجات اللي برضو زي ما بنقول إن ديجيتال سمايل ديزاين بتسهلها على حضرتك، بس هي دي الحاجات اللي تبان عليها أصلا الدي اس دي. خلينا نراجعها على مع بعض، وتقدر أنت فري هاند تقدر تعملها من غير ما تحتاج تعمل تستخدم الدي اس دي ولا حاجة. هنتكلم الاول على الجينجيفال زنس. يعني انا لما اجي اعمل دلوقتي الكات بتاعي عشان اعمل سوفت تيشو كونتورنج، الكونتور بتاعي ده لازم يبقى ليه ظبطه بظبطه بالجينجيفال زنس. ولما نيجي نعرف الجينجيفال زنس هو الموست ايبيكال بوينت اوف ذا جينجيفال مارجن. الجينجيفال مارجن بتاعي بيبقى شكله ارك ان شيب. فالارك ان شيب ده عشان اظبط لفه ايدي وانا بعمل الكات بتاعي انا محتاج اعرف كل واحد لكل توس الجينجيفال زنس بتاعه اللوكيشن بتاعه بالظبط فين. الجينجيفال زنس بنحدده اللي هي علامه البلس دي بحددها اكوردنج لللاين بايسكتنج الكراون انتو ميزيال وديستال هاف. فلو جينا نبص للابر سنترال انسايزر هنلاقي ان الجينجيفال زنس بتاعه بيبقى شيفتد 1 ملي ديستال، شيفتد 1 ملي ديستال لللاين بايسكتنج الابر سنترال انسايزر. اللاترال بيبقى سنترالايزد، الكيناين بيبقى زي السنترال بيبقى شيفتد 1 ملي ديستال. تمام، احنا اتكلمنا عليه ده بنسميه الجينجيفال زنس. يبقى انا لما اجي اعمل الكات بتاعي عشان اعمل جينجيفيكتومي انا عارف الدايركشن بتاعي بعمل ازاي وهظبط المارجن بتاع كل توس ازاي. طب بقيه الديمتيشن من اول الفور لحد الايت بيبقى كلهم سنترالايزد، يبقى دايما المختلف عندي هو الابر سنترال انسايزر والابر كيناين. الحاجه الثانيه الجينجيفال زنس ليفل. الجينجيفال زنس ليفل هو ده بقى اللي بيظبط لحضرتك بالظبط انت هتبتدي تحدد علاقه الاسنان دي ببعضها ازاي عن طريق انك تظبط الجينجيفال زنس ليفل. يعني انا عندي عرفت كل نقطه من كل توس موجوده فين، دي 1 ملي ديستال، دي سنترالايز، دي 1 ملي ديستال. لكن النقط دي هل ليها علاقه ببعضها علاقه ثابته؟ موجود طبعا علاقه ثابته. العلاقه دي بحددها بالجينجيفال زنس ليفل. لقوا ان انا لو عملت ستريت لاين
من اول البزنس بوينت بتاع السنترال على ستريت لاين ده هلاقي ان مين بيلمس اللاين ده، هلاقي ان الكناين والسنترال بيبقوا على نفس اللاين، اما اللاترال بيبقى موجود 1 ملي كورونا. عشان كده دايما يقول لك اظبط السنترال، لان انت لو ظبطت السنترال في كل حاجه انت بسهوله جدا تقدر تظبط عليه بقيه الدنتيشن. هظبط السنترال بان انا احدد البروبورشن بتاعته زي ما قلنا العرض مع الطول، فاعرف انا محتاجه اعمل سوفت شوبرا واللينسنج ليه قد ايه، فبسهوله قوي اعرف ان هو نفس اللاين ده هيبقى على نفس الليفل معاه الكناين، واللاترال هيبقى موجود 1 ملي كورنر. اتفقنا؟ الثلاثه او الحاجتين اللي احنا قلناهم دولت الجينجفالزنس مع الجينجفالزنس ليفل هو اللي هيسهل لحضرتك عمليه الجينجفيكتومي وانت بتشتغل حالا. طيب هشتغل بايه؟ اشتغل بلانسيت ولا اشتغل بليزر ولا اشتغل بالكتروسيرجي؟ الحاجه اللي هتحدد لك قوي او تقدر تاخد في بيها ديسيجن هو الجينجفال بايو تايب. اكوردنج للجينجفال بايو تايب انا هحدد التول اوف كاتنج. لو انا عندي ثين جينجفال بايو تايب الافضل ان انا اشتغل بالبليد باللانسيت. سيم بايوتايب لو عندي سيك بايوتايب حضرتك عندك الاوبشنز ان ممكن تشتغل ببليد، ممكن تشتغل بالكتروسيرجي، ممكن اشتغل بليزر. طب ثانيه واحده انا هحدد اصلا البايوتايب ازاي؟ طريقه سهله قوي ولذيذه جدا تقدر تحدد بيها. هدخل البريدونتال بروب بتاعي باسيف في الجينجيفال سالكس وهبتدي اعمل بريسنج اوت وورد. لو حضرتك شفت الميتال شو او الميتال شادو بتاع الميتال شادو بتاع البريدونتال بروب زي ما انت شايف ده، في الحاله دي يبقى دي ثين بايوتايب، الحاله دي او الجينجفا دي ثين. اما لو انا ما قدرتش اشوف الميتال شادو، انا شفت بس البريسنج افكت بتاع البريدونتال بروب، يبقى في الحاله دي التيشو دي ثيك بايوتايب. طب السين بايوتايب ليه بشتغل بالبليد بس؟ لان التيشو سن لا تتحمل البيرنينج افكت بتاع الليزر او بتاع الالكتروسيرجي، فممكن تلاقي ان انت الكاتنج اللي انت عملته ده ممكن يؤدي الى مور سوفت تيشو ريسيشن بعد او بوست سيرجيكال او بعد الهيلينج لما يتم، فتضطر ان انت تشيل اقل عشان تتفادى حاجه زي كده. طب ما انا في ايدي ان انا اشتغل بالبليد، لان البليد الكاتنج بتاعه بيبقى ليس هارمفول عن ان انت تستخدم ليزر او تشتغل بالكتروسيرجي. اما في السيك بايوتايب التيشو تتحمل ان انت تشتغل بيها، تشتغل باي طول من دول، فعندك رفاهيه الاختيار بان انت تشتغل ببليد او بلانسيت او انك تشتغل بليزر او بالكتروسيرجي. لو هشتغل بلانسيت الافضل طبعا احسن، يعني افضل نمبر تشتغل بيه هو 15 سي، افضل من ال 15 لانه بيبقى سن، فبالتالي بتقدر تعمل تظبط الكونتور بتاعك من غير ما يبقى في لاسريشن او بيبقى في اكسسيف كاتنج من الشغل بتاعك. ويمكن في كذا حد سالني قبل كده على ال15 سي نجيبه منين، لان هو يعني ساعات مش متوفر عند كل الدنتال سبلايرز. في كذا حد في مصر ويمكن منهم دكتور احمد مسعد بصراحه كذا مره ينقذني يعني واطلب منه، عنده ما شاء الله ستوك كويس جدا. طبعا طلباتك اوامر كلها. الله يخليك، يعني بجد كان ناقص في الفتره، وكان دكتور احمد احنا دايما لما بنتزنق يا دكتور احمد عايزين حاجه الفلانيه، فهو بصراحه ما بيتاخرش عننا ابدا يعني، فربنا يخليه لنا يبارك لنا فيه يعني. فمن البليدز الحلوه قوي يعني، هو مش مايكرو سيرجيكال بليد بس من افضل الحاجات القريبه قوي في الفاين كاتنج بتاعها من المايكرو سيرجيكال بليد، بتطلع شغل حلو قوي وهايل، بالذات لو انت بتشتغل حاجه فور استاتيك بيربوس زي الكيس اللي احنا بنتكلم عليه. تمام، يبقى احنا كده حددنا هنشيل قد ايه، حددنا الجينجفالزنس بوينت، حددنا الجينجفالزنس ليفل اللي هيساعدني ان انا اظبط السنترال واللاترال والكناين وابتدي اعمل الشغل بتاعي كويس قوي. لو احنا سلافة في سؤال هنا دكتوره سلافة، تسمحي لي بس اقطعك؟ اتفضل يا دكتور. بالنسبه للثيرما كات بيرز، هل هي ابليكابل الاستخدام بتاعها هنا؟ لا طبعا. اوكي، ده سؤال جه من ضمن الاسئله، انا عارف الاجابه بس حبيت الاجابه تيجي من عند حضرتك. احنا عايزين شارب كلين كات، فما اعتقدش ان في بير مهما كان الكاتنج افيكاسي بتاعته بيعمل شارب كلين كات بس. فاحنا ملتزمين بالثلاثه اللي قلنا عليهم، عندك لانسيت، عندك الكوتري الكترو سيرجري، وعندك الليزر، اختار اللي انت عايزه. بس قلنا برضو يعني خليك حريص برضو في شغلك، الافضل برضو اعمل اسسمنت للبايو تايب علشان يبقى برضو الاند ريزلت ساتسفايد ليك وللبيشنت. الكيس اللي قدام حضرتك نوت ماي كيس، يعني دي حاله بس هي جميله في انها بتوضح الفرق قبل وبعد. يعني احنا لو جينا قررنا كده النص اللي اتعمل بالنص اللي ما اتعملش، الحاله دي معموله بليزر، هلاقي ان في اختلاف طبعا في الجينجيفال مارجن، طبعا اتغير مكانه بالنسبه لو قررنا النص اليمين بالنص الشمال. تمام، طيب بالنسبه للانتر دنتال بابيلا تيب، هل المكان بتاعها اتغير ولا لا؟ زي ما حضرتك شايف هو اللينس بتاع البابيلا اتغير طبعا، يعني اللينس البابيلا بتاعتي
بتاخد اللينس بتاعها الطبيعي اللي هو المفروض اباوت 4.5 ل 5 مللي، لكن البابيلا تب في نفس المكان بتاعها. لو انت قارنته الناحيه اللي اتعملت بالناس الناحيه اللي ما اتعملتش ذا سيم بليس، ما احنا عايزين يا جماعه البابيلا تب موجوده فين؟ عايزينها تحت الكونتاكت بوينت مليالي الامبريجر. طيب هي من البدايه كانت موجوده تحت الكونتاكت بوينت، انا هغير اللوكيشن بتاع البابيلا تب ليه؟ عشان كده من ضمن الحاجات اللي حضرتك بتاخد بالك منها لما تيجي تعمل جنجيفيكتومي، لو سمحت بريزيرف الانتر دنتال بابيلا تيب. يعني لما اجي اشتغل شايف حضرتك الميل اللي بتاع البابيلا تيب ده، انا عامله ماجنيفيكيشن دكتور احمد، واضح في البرزنتيشن؟ واضح جدا. هبتدي اعمل الكات بتاعي، هتجنب الميل اللي بتاع البابيلا دي بتاع البابيلا تيب، وابتدي اعمل الكات بتاعي، اعمل الكات كات 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 لحد ما اوصل برده للناحيه الثانيه، اقف قبل ايه دكتور؟ قبل البابيلا تيب، وابتدي اشيل البليت بتاعي وابتدي انتقل للتوس التاني. يعني لما اجي اعمل جنجيفيكتومي في حاله دي زي دي يا دكتور، ما بيبقاش كونتينوس كات، ما فيش اي كونتينيوتي فيه، لان اللي بيفصل كل تيشو عن الثانيه البابيلا تب اللي انا بسيبها انتكت مكانها. اذروايز انا ممكن اسبب بلاك تراينجل للبيشنت، انذر استاتيك بروبلم فيري ديفيكلت في المانجمنت بتاعها. فبالتالي لما اجي اعمل جنجيفيكتومي كل توس بيتعمل لها جنجيفيكتومي على حده ما بتبقاش كونتينوس مع بعضها. ببتدي اعمل الكات بتاعي، والكات بتاعي نسيت اقول لكم لما يبقى عندي سن جينجيفال بايوتايب يا دكتور، الكات بتاعي بيبقى اترايت انجل، يعني بدخل بالبليد اترايت انجل تاتش توس، لازم تبقى تاتش توس. ان انا بعمل اكتومي، انا بعمل سوفت تيشو ريموفال للجزء من السوفت تيشو، مش هعمل جينجيفال بلاستي، هدخل اترايت انجل واعمل الكات بتاعي. لكن لو عندي سيك باي الكات بتاعك يبقى ويز بيفل، علشان الاند ريزلت يبقى عندك سن جينجيفال مارجن سن بابيلا، عشان ما تضطرش تعمل ريفاينمنت بعد كده انك تعمل جينجيفال بلاستي فيبتدي يحصل عندك لاسيريشن. يبقى سن بايوتايب هعمل رايت انجل كاتنج، سيك بايوتايب هبتدي اعمل بيفلد انسيجن. نعمل بيفلد انسيجن، بعد كده هعمل سيركولر انسيجن عشان اسلك التيشو اللي كانت اتاتشد عندي على التو سيرفيس، وبيكوريت اكوريت او سكيلر، وابتدي اعمل ريموفال للتيشو، وزي ما قلنا بيبقوا سيبريت مش مع بعض كونتينوس عشان البابيلا تب بتبقى عامله سيبريشن ما بينهم. كده احنا خلصنا. المفروض ان انت حضرتك عملت جنجيفيكتومي كراون طول اهو ما شاء الله، البيشنت حتى لو ضحكت ابتدت الانستيزيا تفك، هتلاقي الدنيا ايه جميله وكل حاجه. المفروض دلوقتي انا هعمل ديسمس للبيشنت. لا، حضرتك مش هتعمل ديسمس للبيشنت، حضرتك هتعمل اسسمنت لحاجه مهمه جدا علشان ما يحصلش بعد كده ريلابس. يعني ممكن البيشنت دي تيجي لحضرتك بعد كده وعندها ريلابس. ريلابس يعني ايه؟ يعني بعد شهرين او ثلاثه جايه تقول لك يا دكتور على فكره يعني انا كنت الفتره اللي فاتت كنت كويسه جدا، كنت بضحك وكانش فيه اللسه اللي كانت بتظهر ديت، بس ابتدت تظهر مره ثانيه. ليه رجعت مره ثانيه تظهر؟ وليه ابتدت تبقى موجوده عندي لما بضحك مع ان ده ما كانش موجود في الشهر او الشهرين اللي فاتوا؟ فطبعا الريلابس ده، مع ان انت لو رجعت اللي انت عملته هتلاقي نفسك طب ما انا شايل كويس، وحتى البيشنت ما جات لي في الفولو اب كانت الدنيا تمام. لو جيت تقيس الكلينيكال كراون هتلاقيه فعلا رجع شورت مره ثانيه، مش نفس الشورتنس اللي كانت موجوده، بس في سوفت شو حصل له ريكارنس مره تانية. طب ايه السبب؟ ايه الغلطه اللي انا غلطتها خلت الريكارنس ده يحصل؟ ان حضرتك لما عملت الكات دوت نسيت تقيس البيولوجيكال ويتس. البيولوجيكال ويتس، ويمكن دي برضو الناس كتير بتسال ايه هو البيولوجيكال ويتس وايه الدوشه بتاعته والازمه اللي دايما بيعملها. البيولوجيكال ويتس ده لو جينا الاول او نعرف مع بعض هو ايه وازاي بقيسه، البيولوجيكال ويتس ده هو السوفت، عباره عن سوفت تيشو اتاتشمنت، soft tissue attachment extended between base of sulcus to the crest of bone. base of sulcus to the crest of bone، يعني انا عندي الجزء من الجينجيفال مارجن لحد البيز ده اللي هو الفري جينجيفا اللي هو السلكس ديبس بتاعنا، بس زي ما حضرتك شايف بين البيز اوف سلكس لحد الكريست اوف بون في مسافه، المسافه ديت عباره عن سوفت تيشو اتاتشد على التوس ستراكشر. المسافه دي لما جم يعملوا لها اناليسز لقوا هي انها عباره عن ايبيثيليوم وكونكتيف تيشو، الافريج لينس بتاعها بيبقى 2 مللي. طيب المسافه دي موجوده علشان تعمل بروتكشن للبون، دي سوفت تيشو بروتكشن اجينست اي مشكله ممكن تحصل على البون. ربنا خالق السوفت تيشو لاير دي تو لايرز دولت عشان يحموا البون. البون دايما يغطي نفسه بكونكتيف تيشو كلاير فور بروتكشن، والكونكتيف تيشو دايما يغطي نفسه بايبيثيليوم. طب ايه اللي حصل لما جيت حضرتك تعمل سوفت تيشو كراون لينسنينج؟ انت شلت السوفت تيشو لحد البون، شلت السوفت تيشو لحد البون، البون هنا بقى ايه؟ بقى اكسبوزد، يسكت البون مش هيسكت، ربنا عامل له او مهيئه ان هو يبقى ليه دايما بروتكتيف ميكانيزم انه يروح لا هو مش هينزل لان مفيش ريستوريشن، هيروح مغطي نفسه يا دكتور بكونكتيف تيشو، والكونكتيف تيشو تغطي نفسها بايبيثيليوم، يبقى احنا رجعنا مكان ما كنا صح. وعشان كده
بيحصل ريلابس. المشكله بقى تحصل امتى بقى اللي حضرتك قلت عليها؟ لو انا ركبت فينير، يعني عملت الكراول لينسنج وهوب عملت بريبريشن، هوب ركبت الفينير، يجي لي العيان بجنجيفايتس، ولو اتاخر عليا شويه ممكن يبتدي يحصل بيردونتايتس. ايه اللي حصل؟ انت ما اديتش مساحه للبيولوجيكال ويتس، البون مش هيحط تيشو على ريستوريشن. البون هنا لما حصل ريلابس حط تيشو على التوس ستراكشر لانها تقبل ده، لكن لما انت ضغطت على المكان ده ومنعت ان يبقى فيه سوفت تيشو اتاتشمنت، ابتدى يحصل ايه دكتور؟ ريجريشن، ابتدى يحصل ريسيشن للبون، فبالتالي احنا دخلنا في بريدونتال بروبلم، والبيشنت كان جاي لنا زي الفل، ما كانش عنده اي بريدونتال ديزيز، احنا بحسن نيه عملنا ريستوريشن للعيان بس بوظنا له الدنيا عشان ما عملناش اسسمنت للبيولوجيكال ويتس. طيب عندنا كام سؤال دكتوره سلافه؟ عندك وقت ان ناخد اسئله؟ ماشي اتفضل. ماشي دكتور محمد مجدي بيسال البيفل تورد كراون اور روت. البيفل بيسال الثيك بايو تايب. لو انا هعمل جنجيفيكتومي هيبقى تورد الكراون اكسترنال بيفل انسيجن، لو انا هعمل فلاب يبقى هيبقى تورد الايبكس انترنال بيفل انسيجن، لو هعمل جنجيفيكتومي اتورد الكراون، لو هعمل فلاب هرفع فلاب يبقى هيبقى اتورد الايبكس انترنال بيفل انسيجن. طيب في سؤال تاني عندنا بيقول can the sulcus be located on the cement of the tooth or we need to put it on the enamel؟ انا مش فاهم السؤال بس يعني هي انا فهمت، هو البيز اوف سالكس بيبقى مكانه فين؟ البيز اوف سالكس ممكن يبقى على الانامل، يعني في اليونج ايج ممكن يبقى موجود الانامل، يعني احنا دايما بنتخيل ان البيز اوف سالكس ده عند السمنت وانامل جانكشن، تمام؟ لا، البيز اوف سالكس ممكن يبقى عندي سي اي جي او ممكن يبقى موجود على الانامل، لكن ما ينفعش يبقى موجود على الروت، لان وانس انه بقى موجود على الروت يبقى احنا كده بنتكلم في اتاتشمنت لوس، يعني في بيردونتايتس، يعني هو اخره السي اي جي. ممكن يبقى موجود على الانامل على الكراون، لكن ما ينفعش يبقى موجود على الروت. البيز اوف سالكس وانس انه بقى على الروت بقى على السمنتم، ده بقى اسمه بوكيت، ما بقاش اسمه سالكس. جميل. سؤال تاني دكتورة سلافة، how to avoid aggressing the biological width؟ جميل. بان احنا هنقول دلوقتي ازاي هن avoid the violation. احنا كنا لسه بنقول ازاي نعمل ايه هو البيولوجيكال width، صح؟ احنا قلنا هو المسافة extended between the base of sulcus to the crest of bone، وعرفنا ده عبارة عن ايه. طب ازاي احدد، يعني ازاي اقيس المسافة دي؟ يعني ازاي الناس بتقيس البيولوجيكال ويتس؟ يعني ازاي اعرف انه موجود او مش موجود، اناف ولا نوت اناف؟ احنا قلنا الافرج بتاعه 2 ملي، صح؟ الافرج ده معناه ان هو مش حاجه، مش كونستانت لكل البيشنت، طبيعي، لان حتى ايفن السالكس ديبس ما هو ثابت، يعني الارقام اللي قدام حضرتك دي افرج، افرج يعني موجوده في معظم البوبوليشن، بس مش لازم تبقى موجوده لكل الناس، وعلى فكره مش لازم تبقى موجوده لكل التيس في نفس البيشنت. يعني احنا عندنا السالكس ديبس الافرج بتاعه احنا عندنا بيبدا من نص ملي up to 3 مليمتر، كل ده يعتبر سالكس نورمال سالكس ديبس. البيولوجيكال ويتس بيبدا من ملي، ممكن يوصل لحد 3 ملي. فانا علشان اعرف البيولوجيكال ويتس ده كم ملي، انا محتاج ان انا اقيسه. طب بيتقاس ازاي؟ عشان برضو نبقى قلنا كل الكلام او كل معلومه صح، بقيسه بان انا بعمل حاجه اسمها بون ساوند. ان احنا ممكن نقيسه كلينيكال وممكن نقيسه بالاكس راي. طب كلينيكال هقيسه ازاي؟ هعمل حاجه اسمها بون ساوندنج تكنيك. بون ساوندنج تكنيك عشان اعمله لازم البيشنت يبقى انستايزد، حدي انستيزيا، حدي انفلتريشن، حديها في الفيستيبيول، وابتدي اقيس البيولوجيكال ويتس. طب هقيسه ازاي؟ هقيس الاول السالكس ديبس اللي انا طبيعي هعدي عليه الاول. هدخل الاول يا دكتور بالبريدونتال بروب باسيف، من غير ما اعمل اي بريسنج، زي ما بنقيس السالكس ديبس عادي في اي شغل بتاعنا، لحد يعني هدخل باسيف لحد ما البيزو السالكس يوقفني. هنقول مثلا ان السالكس ديبس هنا يا دكتور ملي، تمام؟ بعد كده هبتدي اعمل بريسنج، هبتدي اعمل بريسنج للسوفت تيشو علشان انا عايزه اوصل لحد فين؟ اوصل لحد البون. فعشان كده انا اديت البيشنت انستيزيا لان العمليه دي تبقى بينفول. يبقى انا الاول هقيس باسيف طلع معايا ملي، اوكي؟ لما عملت بريسنج والبريدونتال بروب نزل معايا لحد البون يا دكتور، المسافه عندي بعد ما كانت ملي بقت كام؟ بقت 3 ملي. يبقى ازاي 3 ملي؟ 1 ملي للسالكس اللي انا قيسته الاول وانا داخله، وبعد كده لما عملت بريسنج عملت اكتيفيشن للبروب لحد ما وصل، لحد ما وقف عن طريق البون كريست، يبقى انا كده است زياده على السالكس ديبس البيولوجيكال ويتس. دي الطريقه دي بنسميها
البون ساوندينج تكنيك. طب بقيسه في أي سيرفيس؟ في السيرفيس اللي حضرتك تحبه. انت عايز تقيسه فين؟ عايز تقيسه فيشيال بيتقاس في الميد فيشيال سيرفيس، عايز تقيسه انتر بروكسيمال بيتقاس بنفس الطريقه، عايز تقيسه بالاتال او لينجوال موجود بيتقاس بنفس الكونسبت ده، لان البيولوجيكال ويتس زي ما حضرتك عندك سالكس اول اراوند التوس عندك برضو بيولوجيكال ويتس اول اراوند التوس. طب احنا في حالتنا دي هنقيسه فين؟ هنقيسه فيشيال بس، لان انا مش هشتغل في حاجه انتر بروكسيمال وماليش دعوه بالبالاتال سيرفيس، فهاجي عند الميد فيشيال سيرفيس وابتدي اعمل التكنيك اللي قلنا عليه. هدخل الاول باسيف اقيس السالكس ديبس وبعدين اعمل بريسنج لحد ما البون يوقفني، يبقى كده اللي انت بتقيسه زياده على السالكس ديبس هو البيولوجيكال ويتس. طيب اكس راي راديوجرافيك انا ممكن اقيسه ازاي؟ الطريقه الوحيده اللي عندنا ممكن تقيسه بيها هو الكومبيم سي تي، لان احنا اتفقنا احنا بنقيس ميد فيشيال. هتقيسه ازاي ميد فيشيال على اي حاجه 2 دي سواء بريبيكال او طبعا بانوراما مش هينفع يعني، سواء حتى بريبيكال او حتى بايت وينج. فالحاجه الوحيده اللي ممكن تقيس بيها البيولوجيكال ويتس ان انت تعمل كومبيم سي تي. هقيس من اول فين بقى يا دكتور المره دي؟ من اول السيمنتو انامل جانكشن لحد مين؟ لحد الكريستو اوف بون، بشوف هل فعلا في مسافه ولا لا. لو في مسافه عندي الفاضيه، المسافه دي انت شايفها اهوت فيها اوكيبايد بالسوفت تيشو، يبقى المسافه الفاضيه دي يا دكتور هي الايه؟ المسافه بتاعه البيولوجيكال ويتس. طيب الحاله بتاعتنا دي احنا بنشوف فيها ايه؟ غالبا بنلاقي ان البيولوجيكال ويتس عندنا في الحالات دي غالبا بيبقى مش مظبوط. يعني ايه؟ يعني هنلاقي ان دايما السيمنتو انامل جانكشن بيبقى الكريستو اوف بون اوفرلاب عليه، وساعات كمان بيبقى موجود مور كورونالي. طب انا اتاكد ازاي؟ اعمل ايه عشان اتاكد؟ الطريقه اللي احنا قلنا عليها، لو انت عايز تتاكد قبل الجراحه هتعمل كومبيم سي تي. طب لو انا مش عامل كومبيم سي تي علشان فاينانشالي البيشنت ممكن يبقى ده بالنسبه له حاجه كوستي عليه شويه، فبالتالي انا هقيسه كلينيكال. هقيسه كلينيكال امتى يا دكتور؟ بعد ما اعمل جينجيفيكتومي. ما ينفعش اقيسه قبل ما اعمل جينجيفيكتومي، للاسف ما ينفعش، لان انت عندك كل حاجه من هنا متلخبطه. السالكس ديبس مش حقيقي، الجزء من السوفت تيشو ساعات بيبقى اتاتشد على الكراون نفسه، الجينجيفال الليبيا الجينجيفا لسه ما حصلهاش ديتاتشمنت، موجوده لسه على الكراون. فبالتالي انا لو جيت اضغط انا مش هبقى عارف هو انا واقف على السي اي جي ولا واقف على الكريستوف بون. فعشان كده انا الاول بشيل السوفت تيشو الزياده، بمعنى بيبقى عندي زيرو سالكس، انا خلاص شلت كل السوفت تيشو زيرو سالكس، فبالتالي البريسنج افكت اللي انا هعمله ده هيحدد لي انا عندي كم ملي بيولوجيكال ويتس. الاحتمالات اللي عندي ايه؟ يطلع زيرو، يطلع واحد، يطلع اتنين. احنا عايزين كام؟ عايزين اتنين. فلو طلع زيرو او واحد ملي يبقى احنا كده محتاجين كوريشن للسبيس اللي مش فيه بيولوجيكال ويتس. لكن لو طلع عندي 2 ملي يبقى كده الحاله دي فيها انف بيولوجيكال ويتس، ساعتها هعمل ديسمس للبيشنت. طيب لو انا ما عملتش كده، لا انا يعني ايه اللي هيخليني اعمل عشان اشيل بون؟ معناه ان احنا نرفع فلاب، فهبتدي اعمل فلاب واعمل اوستس ريدكشن. طب ايه لازمه الوش ده كله؟ الوش ده لو ما اتعملش ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيجي لك البيشنت بريلابس مره ثانيه، وتضطر ان انت تعيد اللي عملته من الاول. هعمل جينجيفيكتومي وهرفع فلاب واشيل بون عشان اخلق مسافه او مساحه كويسه عشان يبقى عندي انف بايولوجيكال ويتس. البون مش هيسكت، البون عايز بايولوجيكال ويتس. لو سبت له وراحته هيحط سوفت تيشو على الكرام مره ثانيه، لو ضغطت عليه بريستوريشن للاسف هيبتدي يحصل ريزوربشن بون لوس، يبتدي ندخل في بيريدونتال بروبلم احنا كنا في غنى عنها من البدايه. اوكي طيب انا دلوقتي هقيس بايولوجيكال ويتس في انهي توس؟ هقيس اللي انا اشتغلت عليه. انا تقريبا شغاله اتليست على السكس انتيريورز، قست عند السنترال لقيت ان زيرو مفيش بايولوجيكال ويتس. طيب جيت اقيس عند اللاترال لقيت فيه 2 ملي، كويس اللاترال عندها جود او انف بايولوجيكال ويتس. جيت عند الكيناي لقيت عنده 1 ملي بايولوجيكال ويتس، يبقى انا كده كل توس مش زي الثانيه، يعني مش كلهم عندهم مشكله في البايولوجيكال ويتس. سنترال تقريبا ما عندوش زيرو بايولوجيكال ويتس، يعني تقريبا البون اوفرلابنج السيمنتو انامل جانكشن. اللاترال لقيته كويس، الكناين لقيته يعني عنده 1 ملي بس. طب انا هنا محتاجه اعمل اوسيس اعمل فلاب واعمل اوسيس ريدكشن، انا عندي توس او توس لا، يعني مش كل التيس عندها نفس البروبلم. حضرتك مضطر مادام انت عندك مش كل الدنتيشن ايكوال في البيولوجيكال ويتس بتاعها، انت مضطر انك تعمل فلاب عشان تعمل اوسيس ريدكشن، لان دي اكسس بتاعك عشان ابتدي اظبط السبيس الافيلبل المفروض يبقى موجود علشان يبقى البيشنت عنده انف بيولوجيكال ويتس عشان اتجنب مشكله الايه الريلابس اللي ممكن تحصل. هنبتدي نعمل فلاب، هنبتدي نعمل سبليتنج للبابيلا، وهبتدي ارفع فلاب وابتدي اعمل ريفليكشن للاندرلاينج بون. هبتدي اشوف المشكله هتظهر ازاي. لو انت حضرتك بصيت معايا هنا يا دكتور هتلاقي ان في حاله زي كده بريمولر هنا شايف مفيش بايولوجيكال ويتس، انت عندك فعلا السي البون اوفرلابنج السيمنتو انامل جانكشن. شايف حضرتك
البوني اكزيستوزز اللي موجوده دي، ودي غالبا بتبقى موجوده في الحالات دي. يعني لقوا ان معظم الكيسز اللي بتيجي عندها مشكله الالترد او ديليت باسل ايربشن بتبقى عندها مشكله من الاثنين او المشكلتين، عندها بوني اكزيستوزز ويمكن ده سبب السك جينجوال بايوتايب اللي موجود عندها، وعندها مشكله في السبيس سفيشنت للبيولوجيكال ويتس. فعشان كده ساعات مجازا يقول لك مفيش حاله altered او delayed passive eruption هتعمل لها surgical crown lengthening من غير ما ترفع فلاب وتعمل osseous reduction. بس بصراحة انا مش مع الرأي ده قوي، يعني ما ينفعش ندي حكم كده في المطلق ان لازم كل الحالات نرفع فلاب ونعمل osseous reduction. لا، انت امشي الستيبس بتاعتك واحدة بواحدة. انا هعمل اول soft tissue crown lengthening وحشيك على biological width، او already انا مشيك عليه من الاول بالcom beam CT اللي عملتها على six anteriors وتأكدت ان هم كلهم عندهم enough biological width، فانا من البداية عارف هرفع فلاب واشيل بون ولا لا. لكن ما تمشيش ورا قاعده كده بلايندلي، لان انت وارد ان انت تقابلك حاله تبقى محتاجه بس سوفت شوكرا واللنسنج، فتلاقي نفسك رفعت فلاب ولقيت البون كويس وكل حاجه كويسه، رجعت الفلاب تاني وعملت ديسمس للبيشن. فامشيها ستيب وايز، ما تستعجلش على حاجه، وما تكسلش ان انت تقيس البيولوجيكال ويتس عشان العيان مش عايزك تعمل فلاب، علشان انت خايف ترفع فلاب وتشيل بون، علشان انت كده عامل انكمبليت تريتمنت، انكمبليت مانجمنت للحاله. اوكي، تمام. عند البيشنت عنده جينجيفال سوري بوني اكزيستوزز، زي ما حضرتك شايف هيوج بوني اكزيستوزز موجود، ليدج محترم كده، او عنده مشكله زي ما قلنا ما عندوش اناف بايولوجيكال ويتس سبيس، او عنده مشكلتين زي الحاله المرزقه اللي قدامنا دي. طيب احنا رفعنا الفلاب، طبعا بنرفع فول ثيكنس فلاب. حضرتك بتيجي عند البابيلا وتعمل لها سبليتنج، يعني انا عندي البابيلا هنا باجي بالبليد ال15 سي وابتدي اعمل سبليتنج، برفع نص البابيلا الليبيال وانا سايبه النص البلاتال، لان هو ده الاساس بتاعي او السند بتاعي، عشان لما اجي ارجع الليبيال البابيلا النص بتاعها الليبيال ده هي اللي هتديها بلاد سبلاي كويس، عشان ما يحصلش عندي مشكله البلاك تراينجل. زي ما هعمل ابتدي بعد كده ابتدي اعمل soft tissue elevation full thickness، بس يا ريت واحنا بنعمل elevation بالميوكوبريوستيال elevator ارفع لحد ما انت محتاج تشيل. بمعنى لو انا ما عنديش bony exostosis فانا محتاج اعمل flap elevation كم ملي؟ 3 او 4 ملي، لان انا يوم ما هشيل بون هشيل كام؟ هشيل يا اما 1 او 2 ملي to create enough space for biological widths. كل ما برفع soft tissue اكتر كل ما هيبقى عندي مشكله في الادابتيشن بتاع الفلاب بتاعي. انا لو رفعت الكراتينايز تيشو ومعاه جزء من الالفلر ميكوزا، انا عمال اعمل وايد ريفليكشن بوسعها على نفسي قوي عشان اعرف اشوف واشتغل. بس تعالى بقى في الهيلينج، هيبقى عندك الفلاب بتاعك ايفن لو انت عامل جود سوتشرنج مش ستيبل في مكانه، فممكن تلاقي ان الجينجيفال مارجن ديورنج الهيلينج مكانه اتغير، ممكن يبتدي يصير لك جزء من الروت، ودي حاجه طبعا مش لطيفه خالص. يعني انت عملت مش حليت مشكله استاتيك ودخلت فانظر استاتيك بروبلم. فعشان كده ريكومندد لو انت ما عندكش بوني اكزيستوزس مش مضطر انك ترفع كل الكراتينايز تيشو، فلو سمحت ارفع الفلاب بتاعك اخرك لحد الميوكو جينجيفال جانكشن، الحد الفاصل بين الكراتينايز تيشو والالفلر ميكوزا. الالفلر ميكوزا دي هي المشكله اللي بيبقى مرفوع فيها المصل اللي بتحرك لك الفلاب مش بتخليه ستيبل. طب لو عندي بوني اكزيستوزس انت كده مضطر ترفع لحد ما تعدي البوني اكزيستوزس، واللي هي برضو غالبا بتبقى موجوده في الكراتينايز تيشو، فهتلاقي نفسك يا دوب يعني واقف عند الميوكو جينجيفال جانكشن، احتاجت ترفع اكتر من كده فور سيفتي عشان ما تعملش لاسريشن لتيشو. خلاص مفيش مشكله، بس ده هيبقى زي ما اتفقنا اضطرارا. طيب انا هشيل البون ده ازاي؟ ايه التولز اللي انا ممكن اشتغل بيها؟ طبعا بوني اكزيستوزس كميه من البون ضخمه زي ديت، انا محتاجه ان انا اعمل لها كونتورنج واشيلها، لان البوني اكزيستوزس دي لما هشيلها هتعمل ريلاكسيشن للفلاب، هتعمل ريلاكسيشن للليب الاليفيتد، فبالتالي بتقلل من السيفيريتي اوف جامي سمايل وبتظبط البكال كوريدور بتاع البيشنت، فبتظبط السمايل بتاعته في الاخر. هشيلها بسيرجيكال بيرز طبعا، والكونترا بتاعتنا الهاي تورك هاي بيت والريجيشن محترم طبعا كولنت كويس عشان ما اعملش نيكوزز للبون. طيب السيرجيكال بير دي كاربايد ولا دايموند؟ طبعا يفضل في حاله زي كده تبقى دايموند. الكاربايد بيبقى طبعا الكاتنج افيكاسي بتاعته بتبقى اعلى، بس دايما بيخلي لك فيه راف سيرفيس، فهتضطر تعمل سموثنج بالدايموند، هتلاقي نفسك بتشيل بون اكتر. فالافضل ان احنا نشتغل بالدايموند سيرجيكال بير اللي هي بيبقى الكالر كود بتاعها يا اما بلاك يا اما جرين، يبقى الفيرست تشويس بالنسبه لك بلاك، اضعف الايمان يبقى الجرين، ما ينفعش يبقى كالر كود اقل من كده، والا هيبقى سموث اكتر ويك اكتر، هتضطر تعمل فريكشن اكتر عشان تعمل كونتورنج للبون. البيرز اللي هنستخدمها السجيشن بتاعنا هم اربع اشكال. اول شكل اللي هو الراوند دايموند بير، الراوند دايموند بير ده هيبقى الاستخدام بتاعه مينلي عشان تعمل كونتورنج للفيشيال بوني اكزيستوزس. طيب
الراوند بير زي ما انت شايف الجيومتري بتاعه، ممكن لو جيت اشيل البون اللي موجود عندي انتربروكسيمال، خلي بالك البون اكزيستوز دي موجوده فيشيال وانتربروكسيمال، لو انا جيت اشتغل بالروز هيد الكبيره ديت ممكن تعمل انجري للكراون. طبعا ما ينفعش ان انا اصلح حاجه زي ما اتفقنا وابوظ حاجه ثانيه. فعشان كده مع الروز هيد هنجيب يا اما بير شيب دايموند، بير شيب الشيب على البير على شكل كوميترا بير شيب دايموند، او فوتبول امريكان فوتبول دايموند بير اللي هي الشكل او الفليم شيب دي اللي بستخدم دي او دي ان انا اعمل ريدكشن للبون انتربروكسيمالي وبخلق النورمال اركيتكتشر اللي هو بيبقى بتاع البون اللي هو بيبقى ويفي ان شيب او اللي بيسموه بارابوليك اركيتكتشر للبون، اللي انا ما ينفعش اخلي البون كله فان ليفل، البون طبيعي بيبقى في تموجات او بيبقى ويفي زي ما اتفقنا. فعشان كده التو بيرز دولت الراوند بير مع الفوتبول او الـ او الـ او البير شيب دايموند هم اللي هيساعدوك على الريدكشن. هيبقى عندنا اخر حاجه الكريستال بون ريموفال، لان انا برضو عامله السيرجري دي عشان اظبط الانف سبيس سبيس انف فور بايولوجيكال ويتس، فهستخدم الاند كاتنج بير. هو بير بيقطع من الاند بتاعته بس، اما السايد بتاعته زي ما حضرتك شايف بتبقى نون كاتنج وبتبقى سموث، لان انا هبتدي اعمل ريدكشن للكريست بتاع البون، فمش عايز اعمل انجري للروت ستراكشر، انا عايز اعمل بريزرفيشن للسيمنتوم الموجود عندي عشان بعد كده لما ارجع الفلاب يحصل ريكونكشن او ري اتاتشمنت ويحصل كرييشن تاني للكونكتيف تيشو اتاتشمنت مع لونج جانكشنال ايبيثيليوم. خلينا نشوف مع بعض كده فيديو سريع لموضوع الاوسس ريدكشن او البون كونتورنج ده. احنا الاول مش هنبتدي بالكريستال بون ريدكشن، انا هبتدي الاول بالبوني اكزيستوزيس، هو ده الاساس بتاعي او اول حاجه هبتدي بيها بالروز هيد زي ما اتفقنا، وابتدي اعمل بكل ريدكشن للاكزيستوزيس. بعد كده هاجي بالبير شيب او بالدايموند بالفوتبول دايموند بير، وابتدي اعمل اوسيس ريدكشن انتربروكسيمال عشان اعمل الويفي شيب او البارابوليك كونتورنج بتاع البون بتاعي عشان ما اعملش انجري للكراون بتاعي. الريجيشن طبعا كويس مش هوصيكوا يعني عشان ما يحصلش روزز البون. وانت بتشتغل نعم بعد كده هنيجي يا دكتور للجزء الكريستال، الكريستال بارت ده هنبتدي نعمل اوسيس ريدكشن عشان ابقى عندي انف سبيس للبيولوجيكال ويت زي ما اتفقنا بالاند كاتنج بير علشان ما اعملش ديستراكشن للسمنتم اللي موجود عندي على الروت سيرفيس. وفي الاخر سموثنج كده عشان بالروز هيد تعدي على كل البوند عشان تشيل اي مثلا اي رف سيرفيس اي حاجه الكونتور بتاعها عايز يتظبط بالروز هيد كده بظبطه، وري ايفالويشن للسيرجري بتاعتك في النهايه وتشوف البون عندك ابتدى يتعمل له ريدكشن ازاي. ده برضو شكل تاني زي ما حضرتك شايف انا ما عنديش سيمنتو نامل جانكشن، هنا البون موجود كرونال للسي اي جي موجود عندي على الكراون، فالريدكشن بتاعنا هيتعمل بحيث انه كرييت انف بون او انف سبيس فور سوري انف سبيس فور بايولوجيكال ويتس. وحضرتك بتعمل اوسيس ريدكشن يا دكتور برضو، عارف الانتر دنتال بابيلا اللي انت خدت بالك منها التب بتاعتها ما جتش ناحيتها، لو سمحت برضو مالكش دعوه بالانتر بروكسيمال بون بيك، الكريستوف انتر بروكسيمال بون برضو يا دكتور انتاتشبل. انا بشيل فيشيال بون، انا بعدل مكان الفيشيال كريستال بون ببعده عن السي اي جي بمقدار معين، لكن دايما بتجنب البيك او الكريست اوف بون انتر بروكسيمال ميزيال وديستال، لان انا لو جيت بالبير ناحيتهم وعملت ريدكشن للبون عند التب اوف بون او كريست اوف بون انتر بروكسيمال السوفت تيشو هيعمل فولوينج للبون، يبقى انا كده دخلت برضو في بلاك تراينجل. فزي ما عملت كده في الجنجيفيكتومي حافظت على التب اوف بابيلا ميزيال وديستال، ماليش دعوه برضو بالكريست اوف بون ميزيال وديستال لان هم موجود في مكانه الطبيعي مش محتاج مني اي تدخل. طب انا هعمل اوسيس ريدكشن قد ايه؟ انت قلتي ان انا قلت لحضرتك ان هو افريج، ليه بنتكلم دايما 2 مللي؟ لان ال 2 مللي ده المتوسط. طيب هو ممكن يبقى كام؟ ممكن يبقى 1، ممكن يبقى 2 زي ما قلنا 2 2.5، اقصى حاجه بيبقى 3 مللي. طب لو في ريكومنديشن نشيل قد ايه؟ يعني انا انصح حضرتك انك تكريت 1 مللي بس للبيولوجيكال ويتس، لان السيرجري نفسها اللي اتعملت الفلاب اللي اترفع والبريوستيوم اللي اتشال من على البون وبرده الريدكشن اللي حضرتك عملته بالبير، حتى لو انت عامل كولنت كويس رد فعل البون عن الكات اوف بلاد سبلاي بالبريوستيوم اللي حضرتك رفعته دوت والاوسيس ريدكشن اللي كان موجود عليه تقريبا هيبقى فيه من نص الواحد مللي برده بون ريسيشن نتيجه السيرجري اللي اتعملت. فانا شلت بون 1 مللي وفي 1 مللي يعني تقريبا هوصل للايه
للأفرج بتاعي اللي هو تقريبا 2 ملي. في ناس تقول لك لا انا هاخد بالامان وهشيل 2 ملي من الاول. فحتى ايفن لو انت عملت اسس ريدكشن 2 ملي وزاد بعد كده من نص ال1 ملي معاك عن كده، انت برضو ستيل في النورمال رينج اللي الناس كلها متفقه عليه، مفيش مشكله، مش هيحصل ريسيشن ولا اي حاجه. وانت حضرتك بتعمل اسس ريدكشن ما تنساش البونزنس، هي كلها ان هارموني مع بعضها. يعني ايه؟ الجينجيفال مارجن، السمنتو انامل جانكشن، والكريستو اوف بون بتاع نفس التوس، كله واخد نفس الزنس. فعشان كده عند السنترال انسايزور زي ما حضرتك عملت الجينجيفال زنس بتاعها 1 ملي ديستال، لان السمنتو انامل جانكشن بتاعها بيبقى برضو شيفتد 1 ملي ديستال، الكريستو اوف بون برضو الزنس بتاع البون يبقى 1 ملي ديستال، اللاترال سنترالايزد الكاناين 1 ملي ديستال. لو نسيت وعملت الزنس بتاع البون سنترالايزد، ايه اللي هيحصل بعد كده في الهيلينج؟ هتلاقي ان السوفت تيشو نفسه راح عادل نفسه وخد نفس البون زنس في الاخر، رجع برضو سنترالايز. فبرضو خلي بالك انت بتعمل ريبليكيشن لكل حاجة عملتها على السوفت تيشو، بتعمل لها ريبليكيشن على مستوى البون. تمام؟ الماركينج اللي انا بعمله، يعني في ناس كلمت على ان انا باخد علامات معايا او ان انا بحدد ازاي انا ممكن اشتغل. في ناس بتشتغل ببليدنج بوينت، في ناس بتعمل دروينج، وفي ناس ساعات بتحب تبقى عامله كاستمايزد ستنت كده، بحيث ان انا لما اجي اشتغل اعمل جنجيفيكتومي في الاول انا مش عايز ابقى متلخبط، مش خايف ما اعملش، ما يبقاش عندي الجينجيفال زنس بتاعي ما اعرفش اظبطه قوي بيبقى بنفس الليفل، انا مش هجيب مسطره واقعد ارسم. فانا عايز ابقى متخيل شكل السيرجري بتاعتي او متخيل شكل الاند ريزلت عامل ازاي. فساعات ممكن بيتعمل حاجه زي الستنت اللطيف اللي قدام حضرتك ده، ده بيتعمل بان احنا بناخد يعني بناخد امبريشن، بتصب الكاست، بتبتدي تعمل ريبليكيشن للسيرجري للتريتمنت بلان بتاعتك للبروبو اللي انت حددتها، وتبتدي تعمل على الكاست الدروينج بتاعك والريدكشن اللي انت هتعمله، وبتخلي التكنيشن بتاع المعمل يعمل لك ستنت زي دي، بتعمل زي الموكب كده. حضرتك بتعمل لك طبعا بتبقى شفافة عشان تقدر تبقى شايف التشو. بيجي البيشنت يوم السيرجري بحط له الستنت وابتدي انا اعمل الجينجيفيكتومي بتاعتي. هي بس بتبقى يعني بتاخد وقت اللي انت مضطر انك تعملها في السيشن، وبعد كده تعمل السيرجري في سيشن تانية، لكن مش مكلفه، بتبقى سهله، بتديك برضو صوره للاند ريزلت، بتخليك بتشتغل بيبقى الستريس اقل عليك شويه لان انت شايف او ايدك ماشيه على لاين محدد، فبالتالي مفيش اي شيفت في الريزلت في الاخر. او دلوقتي بقى يعني الحاجه الاكثر تطورا يعني ديجيتال، بقى كل حاجه في حياتنا ديجيتال دلوقتي، ان دي ده سيرجيكال جايد بقى معمول على كوم بيم سي تي. ده لازم عشان يتعمل لازم يبقى معمول، بتبقى عامل البلان بتاعتك على دي اس دي، لازم تبقى مصور البيشنت واخد له كذا فوتو عشان كذا 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 بوزيشن، لازم تبقى عامل كوم بيم سي تي لان دي بتتعمل على اساسها البلان بتاعت حضرتك. هو بيعمل لك السيرجيكال جايد ده، محدد لك هتعمل سوفت تيشو ازاي وفين وكام، ومحدد لك كمان هتعمل اسس ريدكشن قد ايه. فانا بحط الجايد اللي في بق العيان، ببتدي اعمل جنجيفيكتومي الاول، بعد كده الجايد بيتشال، حضرتك هترفع فلاب لان دي مش الجايد مش عارف يعملها لك، لازم حضرتك ترفع فلاب بنفسك. وبعد كده هستخدم الجايد ان هو يقول لي انا هعمل اوسيس ريدكشن قد ايه عند كل توس. فطريقه لطيفه طبعا ومور اكوريت عن كل الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها، بس مشكلتها طبعا الكوست. الجايد ده ليه كوست، الكومبليم سي تي ليه كوست غير الكوست بتاع ايد حضرتك، ف اكسترا كوست يعني. والله دكتوره سلافه يعني 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 بما ان الكلام عن الفلوس جه، هو 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 مش مكلف مقارنه بالوقت اللي بيستهلك. يعني دايما اغلى حاجه، اغلى حاجه في العمليه في اي عمليه هي اجر ايد الجراح، واجر ايد الجراح بيحسب بالوقت اللي بيستهلكه. فاجراء زي دوت هيوفر وقت وهيوفر تروما للمريض وهيوفر وقت ان احنا نقعد نعمل نخمن الحاجه فين بالظبط وكده. فطبعا هو مكلف ككاش بتدفع في الاول، ولكن على المدى البعيد واثناء العمليه هو موفر جدا جدا. هو كل الادفانتجز اللي حضرتك قلتها دي صح، بس ده بيتوقف انت بتشتغل فين ولمين، فلازم نبقى متفقين على ده. فهم بس فذلك ان النوع ده من العمليات هي حاجه بتكرس، يعني ده مش هنعتبره ان هو خلع ريمينينج روت او خلع ضرس عقل مدفون، هو او هو ده حل، يعتبر حل فيري فيري بريسايز، يعني حل متكرس مش حل اي حد يعمله، ومش بتعمل في اي مكان برضه، لازم يكون برضه المكان اللي فيه امكانيات تستحمل حاجه زي كده بالظبط. بس برضو يا دكتور يعني انا يعني مثلا لو حاله زي دي انت بتعمل يعني في الاول في الاخر دي جنجيفكتومي صح؟ شويه معاه فلاب واسس،
بس مش بنفس الكوست بتاع الجينجيفيكتومي والبيشنت جاي لك عنده جينجيفال هايبربليجيا صح؟ لان صحيح صحيح صح صح فدي دي 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 فور استاتيك. فعشان كده انت بتاخد ماني وايز انت بتاخد اكتر من اي بروسيجر تانية بتاخدها لان دي الاند ريزلت بتاعتها او التارجت بتاعها العين ما عندوش اي فانكشنال بروبلم. يعني انت جاي حاجه دي للاستاتيك فبالتالي انت بتاخد كوست كويس جدا فيها. بس برضو صح احنا احنا بنتكلم ان في اماكن انت ممكن تاخد كوست ممكن تدي صحيح بقى. صحيح لو مكان تعليمي او مكان ما فيهوش امكانيات عاليه او المريض مش قادر طبعا الحلول اللي انت تديها حلول مناسبه جدا. اه فاحنا برضو زي ما اتفقت مع حضرتك الاول احنا بنحاول تسمبليفاي. يعني انا يعني دي اعلى حاجه يعني مفيش حاجه اعلى من كده ان انت بتشتغل بكومب ام سي تي فالدياجنوستس بتكون الاول فيري اكوريت تمام واتعمل جايد عليها فبالتالي الكاتنج بتاعك برضو فيري اكوريت تمام. بس ده لا ينفي ان برضو لما من غير الكلام ده كله انت ممكن توصل لنفس الريزلت صح. ان ده بيعتمد على الرولز اللي انت ماشي عليها والتولز بصراحه التولز اللي انت اشتغلت اللي اشتغلنا بيها يا مش كوستي. انت بتتكلم في بليد في ميكوبريوستال اليفيتور في بيرز انت ممكن تجيبها من اي دنتال ستور فهي كتولز بصراحه مش سوفيستيكيتد. السيرجري نفسها مش سوفيستيكيتد. احنا بنتكلم في الحاجات اللي بتعمل بتفاسيليتيت الشغل بتاع حضرتك والاكيوريسي اوف فور كاتنج مثلا تمام. لكن كاذر مينز احنا اتكلمنا عليها برضو ستيل جميله وابليكابل وكل واحد بيختار بقى الحاجه اللي ينقيها. يعني انا هقول لحضرتك انا من مثلا فتره قريبه حطيت بوست مثلا عن المين اوف دايجنوزز اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول سوري مش الدايجنوزز ازاي اعمل كالكيوليشن انا هشيل سوفت شو قد ايه. فناس كتير قام دخل سالني على التشو رولر فانا حتى قلت لهم انت نقيتوا الحل السهل لان التشو رولر انت هتحط وتقيس صح خلاص صح صح لكن اكس راي هحط جتا بركه واظبط الانجل بتاعتها. الكومبي ام سي تي برده ساعات انت حسيت هتعمل على الكوادرنت عشان تجيب السكس انتيريورز فبرضو انت ساعات بتتكلم في ان انا عايز اعمل حاجه اول مره فبرضو ايه مش عايز يبقى الكوست عالي عشان يبقى في اكسبتنس عندي وبعد كده ابتدي انا ادخل الموديفيكيشن دي عندي في شغلي تمام. فهي برضو يعني كل الطرق تؤدي الى روما. شوف انت عايز تروح روما منين فكله قفلت روما قفلت روما احنا قاعدين في مصر مش رايحين في حته دلوقتي مدناش بروما مدي بيان مسألة نروح بالها. شوف انت ربنا يكرم وتفتح مرة تانية ان شاء الله ان شاء الله. عايزين بقى نرجع الفلاب مكانه خلاص احنا شلنا سوفت تيشو وشلنا بون وعملنا بيولوجيكال ويتس سبيس انف وعملنا كل اللي نفسنا فيه يلا بقى نرجع الفلاب مكانه. طيب انا هشتغل بسوتشر ماتيريال وهعمل سوتشر تكنيك هشتغل بيه. انت عندك هنا ثلاثة سوتشر تكنيكس انت بتختار المناسب منهم بإمكانيات حضرتك انت بتشتغل ايه احسن. عندنا سلينج سوتشر وعندنا انترنال فيرتيكال ماتريس وعندنا سيمبل انترابتد. طيب لو انا هنقي لحضرتك احسنهم واحسنهم من حيث الاستاتيك اند ريزلت هنقي لك الانترنال فيرتيكال ماتريس لان الانترنال فيرتيكال ماتريس ببساطه بتديني مستين. الميزه الاولانيه انها بتعمل ابرايتنج للبابيلا هي بترفع البابيلا مش بترفعها كورونال بس بتخليها موجوده في ابرايت بوزيشن فبتعمل جود ابروكسيميشن لانها بتقابل النصين البابيلا في تو بوينتس. الحاجه الثانيه عشان هي انترنال هي موجوده الخيط موجود بين التو هابس اوف بابيلا مفيش ثريد معديه فوق البابيلا تيب فبالتالي مفيش ديبريشن للبابيلا تيب وده اللي بيعمله لي السمبل انتربتد والسلينج سوتشر. يعني وحشين؟ لا مش وحشين بالعكس هم سهل اسهل من الانترنال فيرتيكال ماتريس بس انت بتسالني على المور استاتيك اند ريزلت هتلاقيها في الانترنال فيرتيكال ماتريس واحنا بنعمل حاجه هنا فور استاتيك فما تمشيش الطريق السهل لا دور على الطريق الاصعب. هو مش مستحيل بالعكس تكنيك لطيف جدا وسهل قوي بس ساعات في ناس بتستسهل السمبل انتربتد عنه بحيث ان هو بيبقى اسرع شويه واسهل في الابلكيشن بس فور شور المور استاتيك بيبقى الانترنال فيرتيكال ماتريس. طب السوتشر ماتيريال برضو عشان نبقى اتكلمنا على برضو سريعا كده الماتيريال انت عندك يا اما مونوفيلمنت يا اما مالتي فيلمنت. الافضل طبعا لو هشتغل بحاجه مونوفيلمنت زي البرولين مثلا لانه بيبقى الكليننج بتاعه بيبقى اسهل السكار بتاعته بتبقى اقل بنتكلم في زيرو من اول 4 زيرو يعني مش معقول هعمل سيرجري زي دي ب 3 زيرو هتبقى تخينه قوي احنا بنتكلم في 4 في 5 في 6 6 0 انا مش هحبكها قوي اقول لك لازم 6 0 عشان طبعا انت كل ما الرقم بيكبر انت عارف ان بيبقى الخيط بيبقى ارفع فبالتالي السكار بتاعته بتبقى اقل فطبعا المور ريكومندد هو 6 0 بس ما تخليناش يعني نحبكها انت عندك من اول 4 5 6 0 اللي تقدر تشتغل بيه مفيش مشكله. البرولين عاوز اقول لك ان في ناس بتشتغل ب 3 0 سلك يعني 3 0 سلك وبيبقى بيقول لك عشان يثبت البابيلا كويس طف جدا طبعا طف وبحب.
يعني وبيسيب سكار جامده قوي، فمالوش لازمه يعني. صدقني لما تنقل شغلك يعني خدها واحده واحده. انا بشتغل ب 3 0 دلوقتي عشان بشوف وبمسكه كويس. طب انقلها ل 4 0 كده وشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. ولا حاجه، هتحس ان مفيش فرق. كمان شويه هتلاقي نفسك رايح ناحيه ال 5 0 وشوف ايه. 5 0 صح؟ اه لا، وفي فرق جامد في الشغل بصراحه. يعني احنا كجراحين حتى لما نقلنا من 3 ل 4 ل 5 ل 6 دلوقتي، لا في فرق. انت كانك بشكل سكينة يعني، ما الحاجة بتبقى طالعة نظيفة جدا جدا ومفيش اي سكار، ويعني حلو. البيشنت بيبقى ماشي، السوتشر مش باينه، لان كمان مست البرولين ان الالوان بتاعته بتبقى لايت جدا، بتبقى لونها بلو بلو فاتح قوي او فايلوت. فالعيان تقريبا بيبقى ماشي لو بيتكلم او محدش بيلاحظ اصلا ان في سوتشر في بقه. عشان كده برضو ريكومندد في الحالات دي يا ريت تخلي النوت بالاتال. يعني احنا دايما بنخيط ونربط بكل لحاجة واحدة، ان الطنج بس ما يفكش الخياطة بتاعتنا. بس انا هنا عشان انا مخيطة تقريبا من الكراين للكراين او ممكن بالبريمولر بريمولر، فعدد غرز كتيرة قوي، فمش والعيان ده هيخرج او مفيش بين مفيش قديمة جامدة، فهيخرج ويتعامل ويروح شغله وهكذا. فممكن نخلي كل السوتشر بوينتز ديت او النوتس بتاعتنا كلها تبقى بالاتال، علشان برضو مفيش اي حاجة تبقى موجودة ظاهرة عنده في بقه انترا اورال هو حتى هو بيتكلم. حاجة تانية برضو بتخليك تعمل ايفالويشن سهل بعد ما خيط. يعني بعد ما خيط كده عايز ابص للجنجيفال مارجن بتاعي، ممكن يمكن احب اعدل فيه حاجه، اعمل ريفاينمنت بسيرجيكال سيزر او بالمايكرو سيرجيكال سيزر بتاعي، اظبط بيه اي حاجه. فلو انت عندك الخيوط بتاعه النوت بتبقى طالعه كده، ساعات بتبقى مشوشره عليك، ما تبقاش عارف تعمل ايفالويشن كويس. فلو حبينا نعمل سمري سريع كده قبل ما تشوف كيسز كده مع بعض للبوينتس اللي احنا قلنا عليها، انا اول حاجه هبتدي اعملها للبيشنت ده هحدد انا محتاجه اعمل سوفت شوكرا واللينسنينج قد ايه، ديترماين الديس بروبورشن. وزي ما اتفقنا ليها حاجات كتير، ريد بروبورشن، عندك طريقه التو رولر لو عندك، عندك الاكس راي زي ما قلنا بريبيكال او كومبي ام سي تي براحتك خالص، او لو بتشتغل بديجيتال سمايل ديزاين الدنيا هتبقى اسهل بكتير من الكلام اللي احنا قلناه. تاني حاجه انت عندك الحاجات اللي بتسترشد بيها وانت بتشتغل، الجينجيفال زنس والجينجيفال زنس ليفل اللي بتظبط عليه سنترال لاترال كيناين، بان انت عارف ان السنترال والكيناين على نفس الليفل تاني بنقول، واللاترال بيبقى 1 ملي كورونال. بعد كده هبتدي اعمل ري اسسمنت اللي عندي البيولوجيكال ويتس انف ولا لا، ما تهرب اقيس البيولوجيكال ويتس لقيته انف يبقى في كل التيس يبقى كده انا خلصت، هعمل ديسمس للبيشنت. او لقيت ان هو enough في اماكن في تيس وتيس لا، يبقى انا ساعتها مضطر اعمل فلاب وابتدي اعمل osseous reduction to create enough space for biological width. ولو عندي bony exostosis العين بيستفيد ان انا بعمل recontouring، ببتدي اعمل reduction للبون، بعمل osteoblasty علشان اقلل من elevation بتاع الليب، فبالتالي بيقلل من severity of gum smile. دي الستيبس كلها مع بعضها. السيرجري بتاخد حوالي من نص ساعة ساعة لربع تقريبا، العين بيمشي من عندك قبل ما الانستيزيا تروح اصلا، بيبقى الدنيا تمام. الإديمة بتاعتها قليله جدا، بروفلاكتيك انتي بايوتيك، وما عندوش اي مشاكل، ما عندوش انفكشن، بس برضو ده ورا الكافيتي وكده، فلازم يبقى في بروفلاكتيك انتي بايوتيك. هدي ماوس ووش لمده اسبوع، كلوروكسيدين 3 4 مرات في اليوم يتمضمض بيه. انالجيسك ما اعتقدش، بس ممكن تكتب له على حاجه مثلا انتي انفلاماتوري يبتدي يشتغل بيها اسبوع بالكتير، وكل الكلام ده هيبقى مفيش اي اثر ليه. يجي لك البيشنت فوكس سوتشر الهيلينج والريزلت بتبقى حلو جدا. حدي بس لحضراتكم كام كيس كده اشتغلناها، نشوف بس برضو نراجع الستبس مع بعض تاني. حالة زي دي ايديال او تيبيكال كيس اللي احنا قلنا عليها، جاي بتشتكي ان عندها جامي سمايل شورت انتاكت كلينيكال كراون من غير ما حتى منقيس، بالنظر حتى واضح جدا ان هو قصير جدا، وعندك الجينجيفا هيلسي الستبلنج حتى بتاعها باين خالص اهوت موجود. الجينجيفا المارجن شايفين عامل ازاي، تقريبا مفيش انتردنتال بابيلا تقدر تقيسها من كتر ما السوفت تيشو عامل كفرنج للكراون، انت حتى مش قادر تشوف انتردنتال بابيلا بهايت مناسب، على الرغم لو تاخد بالك ان البابيلا تيب موجوده في مكانها الصحيح، موجوده تحت الكونتاكت بون. عرض الكراون هنا في الحاله دي كان 8 ملي، وطوله زي ما حضرتك شايف اباوت 6 ملم، فيري شورت كلينيكال كراون. كلينيكال كراون طوله بيتراوح من 10 ل 11 ملي تقريبا، ده شورت جدا. فبالتالي اتعمل البلاننج اللي قلنا عليه، اتعمل اسسمنت للحاله، اتعمل الاول جنجيفيكتومي، وزي ما قلنا خدنا الستبس اللي قلنا عليها، اترفع الفلاب، وادي البون اكزوستوزز المحترم الموجود عند البيشنت، عندها المشكلتين بوني اكزوستوزز وعندها زيرو in a space for biological widths، اتعمل osseous reduction للبوني existosis، اتعمل creation enough space for biological widths مع preservation بتاع interproximal bone زي ما اتفقنا، suture بتاعنا internal vertical matrix زي ما حضرتك شايف ادي suture بتاعنا ده كان 5-0، وهتلاقيه موجود balatal النوت بتاعتنا.
الهيلينج بعد اسبوع اعتقد يعني الهيلينج ما فيهوش يعني اي مشكله، الانفلاميشن اقل ما يمكن، حتى البيشنت نفسها الريسبونس بتاعها كان كويس جدا في الهيلينج، ما قالتش ان كان في بين، ما كانش في اديما ولا اي حاجه، يعني كانت حاجه بسيطه جدا يمكن اول يومين ولا حاجه. ادي شكل السوتشر مش باين حتى، لان زي ما اتفقنا الكالر بتاعه بيبقى فاتح جدا، ودي الحاله قبل وبعد 6 شهور still stable result، ما فيحصلش ريلابس عشان احنا خدنا بالاسباب وشفنا البيولوجيكال ويتس وعملنا كرييشن لجود سبيس فور بيولوجيكال ويتس. حاله كمان نفس المشكله عندها، بس دي كان عندها كومبليكيتد، يعني عندها كذا سبب للجامي سمايل، عندها زي ما حضرتك شايف شورت كلينيكال كراون نتيجه altered او delayed passive eruption، وعندها كمان skeletal cause، عندها vertical maxillary abscess. بس احنا بتبتدي الاول بالحاجه الاساسيه، يعني انا مبقاش عندي دينتو جينجيفال كوز وابتدي ادور على ليبر بوزيشننج او بوتوكس انجكشن. هي طبعا كانت رافضه ان هي تعمل اي سيرجيكال مانجمنت ميجور زي اللي فورت 1، فهي كانت بتدور على حاجه مينيمالي انفيزيف عن انها تعمل لفورت 1. فابتدينا الاول بالدينتو جينجيفال كوز زي ما اتفقنا، بتعمل سوفت تيشو كراول لينسنج الاول جينجيفيكتومي، حافظ على مكان الانتر دينتال بابيلا لانها اوريدي زي ما اتفقنا موجوده في مكانها الاساسي من البدايه، انا غيرش حاجه غير اللوكيشن بتاع الجينجيفال مارجن اللي مش موجود في مكانه الصح. سوفت تيشو ريموفال، بعمل كده بعد كده فلاب اليفيشن فور سيكنس فلاب اليفيشن تو كرييت انف سبيس فور بايولوجيكال ويتس. اوسيس ريدكشن، لو احنا نشوف طبعا شكل البون كونتور قبل وبعد كان عامل ازاي، الاوسيس ريدكشن ده هيخلي بعد كده الفلاب مور ريستد ليس اليفيتنج للبابيل للليب، فبالتالي بيقلل من السيفيريتي اوف جام سمايل زي ما احنا شايفين. دي الحالة قبل وبعد، طول الكلينيكال الكراون اختلف تماما، ودي الحالة قبل وبعد، السيفيريتي اوف جام سمايل قلت جدا جدا بحيث ان هي حتى ما بقتش محتاجة ان احنا ممكن نعمل فيرزر انترفيرنج، لو هي محتاجة حاجة زي تاني زي الليبر بوزيشننج او البوتوكس هيبقى مش بنفس السيفيريتي اللي كانت موجودة اول ما جت لنا اول مرة الكلينيك وكانت عايزة تعدل من السمايل بتاعتها. اخر كيس حواليها لحضرتك النهاردة معايا، الحالة دي الكومبلين بتاعها ان هي اتعمل لها ريبيتد جينجيفيكتومي وكل مرة بيحصل ريكارنس مره ثانيه. طيب ريبيتد جينجيفيكتومي ايه سببه؟ طبعا واضح جدا ان الحاله كانت بتعمل جينجيفيكتومي بس، وعشان في مشكله ان مفيش انف فور ريكارنس مره ثانيه. ساعات المشكله بتيجي من الدنتست نفسه، طبعا ما تقصتش منها ايه السبب يعني، بس هي كانت بتقول ان انا كنت بروح الدكتور يقص اللثه ترجع بعد شويه مره ثانيه، وعملت الموضوع ده مرتين او ثلاثه. ساعات ان احنا الدكتور يخاف، يعني يقول لك انا خايف بصراحه، خايف ارفع فلاب، خايف لما اجي اشيل بون يحصل بعد كده بون نص اكتر فابتدي يحصل ريسيشن. ساعات العكس، ساعات انت بتبقى عايز تعمل الستبس صح، بس يعني يقول لك لا يا دكتور انا بس عايزك تقص اللثه، بلاش موضوع انك تشيل العظم دوت، انا خايف وهتخيط وخياطه وبتاع والالم والورم و و، فالعيان نفسه يبتدي يهز ثقتك في نفسك ان انت تاخد الستبس صح. انت كده هتبقى عامل incomplete treatment. incomplete treatment واديك شايف الريزلت ان يبتدي يحصل repeated او relapse مره تانية، علشان انا خفت ان العيان يمشي او ان انا مش خلاص يعني كفايه جينجيفيكتومي، ده هي اللي قالت. طيب ما هي جات لي في الاخر هيت لانها شافت ان اللي هي عملته او ان الدكتور ما عملش الستبس صح في الاخر اعرضها انها كل شويه تشيل ويرجع تشيل ويرجع. فعشان كده مره واحده وخلصنا ونعمل كل الستبس، وصدقني ما فيهاش اي مشاكل طول ما انت عارف انت بتعمل ايه. انا بعمل بشيل سوفت تيشو قد ايه، بشيل بون قد ايه، بشيله بايه، يبقى ان شاء الله مش هيحصل اي مشاكل ولا ريلابس ولا ريسيشن ولا اي حاجه. نفس الكلام نفس الستبس اللي قلنا عليها، الاول جينجيفيكتومي، بس معلش ما كانش عندي صوره للستيب ديت. اوسيس ريدكشن، واضح جدا طبعا الاركيتكتشر بتاع البون قبل وبعد الريدكشن، السيكنس اللي انت نزلته ده هيبقى الفيدباك بتاعه بعد كده على السوفت تيشو، تبتدي يرجع للنورمال سيكنس بتاعه بعد ما كان فيري ثيك. كرييشن لانف سبيس فور بايولوجيكال ويتس، السوتشرنج بعدها، ممكن الصوره كانت هيزي شويه. ده الهيلينج بعد شهر، هي لسه ستيل احنا لسه بنعمل فولو اب، لسه ما كملناش، هي لسه هتغير الكومبوزيت بتاعها دوت عشان مش لطيف يعني، هتغيره وتظبطه بعد كده. الحاله الحمد لله ستيبل لحد دلوقتي، ولسه مكملين معاها في الفولو اب بتاعها. طيب عندنا كام سؤال دكتوره سلافه؟ عندنا انا عندي يعني عشرات الاسئله، في اسئله كتيره جدا جدا. احنا خلصت انا معاك بقى، اسال اللي انت عايزه. تمام انا مع الستات. اذا المحاضره كده خلصت؟ اه والله خلصت. الله انا مبسوط، انا مبسوط، انا ما قصدتش والله. انا قلت لك مش هطول، انا خلصت خلاص. يعني بصراحه يسلم ايديكي، يعني اوجزتي بصراحه بمعلومات جميله جدا جدا. احنا طبعا يعني للساده المستمعين صعب جدا ناخد كل الاسئله،
انا استسمح دكتوره سلافه لو في امكانيه بعد اللايف ان احنا نخش نجاوب على الاسئله في كومنت، وممكن حتى دلوقتي ناخد كام سؤال. يعني مثلا في سؤال عندنا كان بيقول اقدر اعمل الكراونز والريستوراتيف ورك بتاعي امتى بعد ما اخلص الجنجيفكتومي؟ ايه هو الموست بروبابل تايم اللي اقدر اعمل فيه الشغل دوت؟ سؤال حلو قوي. لو انا هعمل ريستوراتيف ورك، هو طبعا البدايه انت هتحط الجنجيف سوري الريستوريشن مارجن او الفينش لاين بتاعك فين. طبعا هو سؤال مش منطقي في الانتيرو ريجن، بس خلينا نتكلم عامه. انت لو هتعمل سيرجيكال كراون لينثنج، لو انت هتحط الفينش لاين بتاعك اللي هيبقى عليه المارجن اوف ريستوريشن سوبرا جنجيفال اسبوعين بعد السيرجري. طب لو انا هحط الفينش لاين بتاعي ايكوي جنجيفال او سب جنجيفال سوفت تيشو كراون لينثنج، لو انت عامل سوفت تيشو كراون لينثنج بس من 6 ل 8 اسابيع، من 6 ل 8 اسابيع يعني شهر ونص لشهرين. طب لو عامل هارد تيشو كراون لينثنج، يعني عملت سوفت تيشو ورفعت فلاب وعملت اوسيس ريدكشن، 6 شهور. ليه سوفت تيشو من 6 ل 8 اسابيع وليه البون من 6 شهور، وليه استنى الفتره دي كلها من غير ما اعمل ريدكشن؟ او لو انا عندي حاله فانكشنال كراون لينثنج وكنت يعني اوريدي في بوست وكور محطوط، يعني فلازم ما ينفعش العين يمشي الفتره دي كلها من غير بروفيجنال ريستوريشن. فصح انت هتحط بروفيجنال ريستوريشن، ويفضل تحطه يوم السيرجري، او بمعنى اصح تبقى عامل الفابريكيشن ليه من قبل السيرجري، وممكن تبتدي تعدل عليه في الفتره بتاعه الهيلينج. ليه بنستنى المده دي سوفت او هارد؟ لحد ما يحصل ستيبل ليفل على مستوى السوفت والهارد تيشو. لقوا ان السوفت تيشو بيحتاج من 6 ل 8 اسابيع to be stable in its level. خلاص المكان بتاعه مش هتغير، الجنجيفال مارجن مش هتغير، البابيلا مش هتتغير من مكانها. ده لو انت عامل سوفت تيشو بس. طب لو عامل فلاب عشان اعمل اوسيس ريدكشن، الموضوع هنا مختلف. البون بيحتاج وقت اطول شويه، فهيحتاج وقت اطول الوقت ده 6 شهور. 6 شهور ده انت ما بتعملش بريبريشن، او لو انت عندك الحاله فانكشنال وانت اوريدي في كور عندي او في كراون كان معمول له بريفيوس ريدكشن، يبقى احط بروفيجنال ريستوريشن. بستنى الوقت ده علشان المفاجآت اللي بتحصل. انا لو تسرعت وعملت خدت امبريشن وعملت الفاينل ريستوريشن بتاعي، ايه اللي هيحصل؟ انت ما تضمنش ايه اللي يحصل. ممكن يحصل ريسيشن يبقى الفينش لاين بتاعك يبان، ممكن يحصل ريسيشن انتر بروكسيمال لو الحاله فانكشنال يبقى عندك بلاك تراينجل. ما بيحصل ده في البروفيجنال، ده بروفيجن انا هغير الكلام ده كله في الفاينل ريستوريشن بتاعي. لكن الكلام ده لو بيحصل فاينل ريستوريشن ده فيلير، فانت بتغير فاينل ريستوريشن بفيلير، فبتبقى شكلها مش لطيف. في ناس بتعدي معاها بس سؤال تاني يا دكتوره سلافه من دكتور محمد عبد العزيز بيسال can you explain how to do internal mattress suture؟ ايه انا اول سؤال كبير، يعني ايه موضوع محاضره، ناخد منك ميعاد المحاضره الجايه على طول، ما مش شايف. طيب طب انا ممكن اسهل الموضوع على الدكتور. يعني انا في جروب انا عاملاه على الفيسبوك اسمه بيريو فور اول، وده جروب جميل جدا جدا، من حاجات مفيده جدا بتنزليها. لا يا دكتوره سلافه الله يخليك يا دكتور، انا متابعه على طول بصراحه، ومعلومات قيمه جدا فيه. كنت عامله بوست على كذا نوع من انواع السوتشر تكنيك، فانا عامله رسمه كده وعامله يعني كاتبه الخطوات بتاعه التكنيك. فلو الدكتور موجود او موجود على الجروب اهلا وسهلا بيه، ممكن بعد اللايف نبعت له اللينك، مش اي مشكله خالص. تمام، وممكن يعني انزل لكم درونج على الاسئله نفسها برضو، على الاجابه للدكتور يشوفها. فهي تكنيك هو ما ينفعش اقوله لك فيربال بصراحه، يعني مش عارفه اشرحه فيربال يعني. طيب في عندنا سؤال من دكتور احمد حشيش. دكتور حشيش راجل جراح عظيم. As for apical position flap, how I will create the split thickness to stitch the flap to periosteum. شفت اسئله الجراحين عامله ازاي؟ ايوه في الجول. الاول انا هبتدي يا دكتور بالجزء الكراتينايزد، حرفها فول ثيكنس تمام لحد الميوكو جنجيفال جنكشن، وبعد كده على الجزء بتاع الالفلور ميكوزا هبتدي اعمل سبليت سيكنس. اوكي، وطبعا محتاج تعمل تو فيرتيكال انسيجن. يبقى انا مش هكتفي بس بالسيركلر انسيجن اللي انا هعمله، انا هعمل طبعا هوريزونتال سيركلر انسيجن، وهعمل تو فيرتيكال انسيجن في اول واخر الفلاب بتاعي. هرفع الجزء الكراتينايد فول سيكنس لحد الميكو جنجيفال جنكشن، وبعد كده الجزء الالفلور هرفعه كله سبليت سيكنس، وهرفعه سبليت سيكنس بالمصل علشان المصل بتاعتي يعني هسيب بس البريوستيا مع البون عشان المصل تبتدي تسحب الفلاب معايا ايبيكال، فتسهل لي عمليه البوزيشننج بتاعها ايبيكال.
تمام. في سؤال تاني بقى دكتورة سلافة من دكتور خالد شوقي بيقول can we combine both gingivectomy and lip repositioning in one case؟ gingivectomy و lip repositioning ماشي، لكن لو حضرتك هتعمل gingivectomy وهتعمل flap عشان تعمل osseous reduction مش ماشي، لان كده انت يعني مفيش هيبقى فيه مشكلة او هيبقى فيه تعارض مع ال two procedure at the same time، لان احنا بنشتغل lip repositioning من اول mucogingival junction لحد deepest point of the vestibule، يعني تقريبا بنشتغل على كل الالفلر ميكوزا. فانا لما اجي ارفع فلاب انا هبقى قريبه قوي من الميكوجينجيفال جانكشن، فما ينفعش. لو هعمل جينجيفيكتومي بس الحاله مش محتاجه غير جينجيفيكتومي بس، ممكن اعمل الاثنين ات ذا سيم تايم، ليبر بوزيشننج وجينجيفيكتومي. لكن لو هرفع فلاب عشان اعمل اوسيس ريدكشن ما ينفعش تعمل الاثنين في نفس الوقت. ولو هسبق بروسيجر على الثانيه طبيعي هسبق السيرجيكال كراون لينسنج وبعد كده ابقى اعمل ليبر بوزيشن. تمام. في سؤال تاني من دكتور اشرف علام بيسال when will I need to do phrenectomy after the gingivectomy؟ ده سؤال مهم. يعني هتعمل يعني امتى اعمل phrenectomy بعد الجينجيفكتومي؟ بعد الجينجيفكتومي من 6 ل 8 اسابيع تضمن ان السيرجيكال مكانه ما اتحركش فابتدي اشتغل عادي. في على فكره في ناس ساعات بتجازف وبتعملها at the same time، يعني يعني في كراو لينسنج في بعض الحالات بيبقى الفرينكتومي بيبقى هايلي بوزيشند، فانت عندك مشكلتين، انا عايز اعمل كراو لينسنج والكراو لينسنج هيقربني اكتر من الفرينم، والفرينم هيبقى في مور هاير بوزيشن بعد ما حضرتك عملت الجينجيفكتومي. بس المشكله هنا بتواجهك ان انت رافع فلاب، فوانا بعمل فرينكتومي ممكن اعمل بيرفوريشن للفلاب، فعشان كده يعني ان انت تعمل حاجتين في نفس الوقت، تعمل فلاب ويعني كراو لينسنج وفلاب اليفيشن واعمل فرينكتومي، ده بيبقى يعني مشكله ان انت ممكن تعمل بيرفوريشن للفلاب. فالافضل ان انا اعمل كراو لينسنج بتاعي بالستبس بتاعته وليتر اون ابقى اعمل الفرينكتومي من 6 ل 8 اسابيع، الدنيا ستيبل، الهيلينج كويس، السوفت تشوف مكانه، كل حاجه رجعت زي ما هي، اعمل فرينكتومي زي ما انا عايزه. طيب سؤال تاني مهم دكتوره سلافه، if we use synthetic growth factor will it affect on healing time less than 6 months؟ ده على يعني تقريبا هو اعتقد يقصد لو هنحط اي synthetic growth factors على السيرجري سايت او حاجه، فهل ده هياثر على الهيلينج تايم بتاعنا؟ اعتقد ايفن حتى synthetic factor او بي ار اف او 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 ستيكي اللي هو الام بي ام والحاجات ديت. لا ما هو مش هيبقى ام بي ام، بي ام الحاله زي دي احنا شايلين بول لسه هنحط بول. هيتكلم على مين اللي بيتكلم على مثلا جي سي اف، جي سي اف او بي ار اف ممكن يعني بالظبط. مش عارف بصراحه، واعتقد دي حاجه ما حدش عمل لها تيستينج قبل كده يعني محتاجين ايفيدنس عليها. لان احنا مشكلتنا يعني انت مشكلتك ان انت بتسيب الفسيولوجيك هيلينج بتاع البون نفسه، انت انيشيتنج اوستيوكلاستيك اكتيفيتي بالسيرجري اللي انت عملتها، فهي لازم زي الاكستراكشن، انت بعد الاكستراكشن ما تقدرش توقف الفسيولوجيك ريزوربشن اللي بيحصل. تمام صحيح. فهي بالتالي انت انيشيتنج بالسيرجري بتاعتك دي اوستيوكلاستيك اكتيفيتي، فسيبها بقى لحد ما تخلص وابتدي يحصل اوستيوبلاستيك اكتيفيتي وابتدي يحصل الاستابيليتي للميكانيزم دوت، فخلاص الدنيا هتوقف وهتبقى ستيبل. فما اعرفش، مش ما اقدرش بصراحه يعني مش قادر افكر فيها، يعني هل استخدام جروس فاكتور هيسرع من حاجه زي كده ولا لا، مش عارفه بصراحه، مفيش اجابه للسؤال. شكرا جزيلا دكتوره سلافه، يعني بصراحه احنا ما حسيناش بالوقت معاكي، الوقت مر معاكي يعني يا ريت محاضره ثانيه، يعني نتمنى ان يكون في محاضره ثانيه قريب. بوجه رساله لكل الشباب المتابعين اللي كانوا عايزين المحاضره، يا ريت تتواصلوا مع رسائل الصفحه وان شاء الله هنبعت لهم لينك في الفيديو بتاع المحاضره، طبعا ده بعد اذن الدكتوره سلافه، ان هو بيبقى موجود على الفيسبوك لمده معينه بعد كده الفيسبوك بيشيله، فلو تسمح لنا بحاجه زي كده طبعا. وبنشكركم على يعني حسن استماعكم، وتسلم دكتوره سلافه، وان شاء الله نشوفكم على خير. بكره عندنا موعد مع دكتور محمد عاطف من القصر العيني، بصراحه من 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 اكثر الدكاتره اللي ليهم بصمه في مجال جراحه الفم والاسنان، وهيتكلم على الاميديت لود، فبرضه تشرفينا بالحضور فيها دكتوره سلافه، ونتشرف بيكي في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله، ونشوفك قريب في محاضره عشان بس ما تفتكريش انت تهربي مننا كده اهو. لا ازاي يا دكتور، ميرسي جدا تمام.
الكليه دي، واتمنى المحاضره تبقى مفيده للدكاتره ونكون جاوبنا على معظم التساؤلات اللي كانوا بيطرحوها قبل كده يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تصبحوا على خير جميعا ان شاء الله.